بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي المشاهدين والمتابعين. سهره رياضيه جديده وحارس الاهلي. سهره النهارده مختلفه، اديكم شفتوا العناوين والقصص اللي عندنا هتكون كتيره جدا، وعندنا ضيف من العيار الثقيل، واحد من اهم اللاعبه في تاريخ مصر، كابتن علاء ميهود. لكن الحقيقه النهارده ليا كده كلمتين في المقدمه، وهما كلمتين مهمين جدا. كل الناس من امبارح في حاله انبهار بابراهيم عادل، الهدف اللي سجله من بعد نص الملعب وقاد مصر للفوز على موريتانيا وضمان التاهل الى نهائيات الامم الافريقيه القادمه في ديسمبر المقبل باذن الله في المغرب الشقيق. ماشي، جميل وحلو و100 فل و14. طيب كلنا عارفين ان ابراهيم عادل راح الى اسبانيا وانتقل الى اسبانيا، وكان عنده عرض ان لم تخني الذاكره من نادي ختافي الاسباني، والناس كانوا عايزينه بنسبه 1000%. ماشي، نادي بيراميدز رفض، حقهم، محدش يقدر يقول حاجه خالص يعني. لكنه انا عايز اسال، لو انه الكلام ده كان مع النادي الاهلي، لعيب في النادي الاهلي وجاله عرض في الدوري الاسباني والنادي الاهلي رفض، كان ايه اللي حصل؟ كان اتقال ايه على النادي الاهلي؟ النادي اللي مش عايز مصلحه الكره المصريه، النادي اللي مش عايز ايه، النادي اللي ايه اللي إيه؟ خلي بال حضراتكم، انا بقول لكم هذا حق اصيل لنادي بيراميدز قولا واحدا، مش هجوم خالص على نادي بيراميدز. انا بتكلم على الناس بقى اللي هتفضل تكتب وتتكلم وتقول عشان تطلع ان النادي الاهلي ده بيقف ضد مصلحه مصر، وده بيقف ضد مصلحه الكره المصريه، وانه مش عايز الكره المصريه، وانه ما بيفكرش الا في نفسه ولا في ذاته. كل واحد بيفكر في مصلحته، حقه تماما يعني. لكن في المقابل، مع بقى اعتراض الجميع انه ابراهيم ما سافرش وما احترفش، وانه لو احترف في الوقت ده والولد كان متالق في الاولمبياد وكان مكسر الدنيا وكان عامل شغل ما فيش احلى ولا اجمل ولا اروع من كده، وبالتالي جاله عرض الاحتراف في اسبانيا، مع كل ده وصغر سن اللاعب وانه الناس محتاجين لعيبه مصريين يحترفوا خاصه صغار السن، بيجي للنادي الاهلي عرض لواحد من افضل لاعبيه محمد عبد المنعم، اللي اسمه دلوقتي محطوط من ضمن افضل اللاعبين في افريقيا. يعني هو مع محمد صلاح مترشحين من ضمن افضل اللاعبين في افريقيا. فلما جه العرض بتاع نيس الفرنسي، النادي الاهلي بدأ يتفاوض، يتكلم ويقول ويحكي. منعم عايز يسافر، عايز يحترف، النادي الاهلي قال له انت وظروفك هنا والحدوته واحنا محتاجينك ومش محتاجينك و و و و و، لكن هو الولد صمم على الاحتراف. فالنادي الاهلي كان ايه؟ شكرا جزيلا، يلا يا منعم بالتوفيق ان شاء الله، سافر واحترف وربنا يكرمك وربنا يوفقك. وهذا ما حدث. هو موجود في نيس، ساعات بيلعب ساعات ما بيلعبش، وهيلعب وهيشبع لعب ان شاء الله وهيتبسط. لكن هنا بقى، عشان الناس اللي دايما بتاخد النادي الاهلي البانه ببقها وبتقعد تتكلم وتقول وتحكي، هم مش عارفين القصه، ان هم مش عارفين القصه، انه انت النهارده انا عايز اهاجم النادي الاهلي، هاجم الاهلي انه ما بيطلعش لعيبته يحترفوا، مين قال لك؟ لان النهارده كمان في مفاجاه جميله. النهارده في عمر سيد معوض ناشئ النادي الاهلي بيحترف في ريال بيتس الاسباني، على الرغم من انه لسه طالع من اصابه، الحمد لله بقى 100 فل و14، لكن الولد ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ربنا بيكرمه، بيجي له العرض والنادي بيتمسك بيه، والنادي الاهلي بمنتهى الشياكه والاناقه والجمال، والولد ده مستقبل النادي الاهلي، ودليل ان النادي الاهلي مضى معاه عقد احتراف والامور جميله جدا. عشان كده قال له طبعا اتفضل يا ابني مفيش مشاكل، وهقول لكم انا بعد شويه تفاصيل في العرض بتاع عمر سيد معوض. هنا بقى دور النادي الاهلي بيعمل ايه؟ رامي ربيعه قبل كده سافر واحترف في سبورتنج لشبونه البرتغالي، محمد شريف راح نادي الخليج السعودي، وغيرهم من اللاعبين سافروا ولعبوا، واللي منهم اللي رجع ومنهم اللي هيرجع ومنهم اللي كمل مشوار الاحتراف وغيرهم من اللاعبين. هنا ده دور بيقدمه النادي الاهلي. انا بس بطلب من تاني وتالت ورابع، من حق بيراميدز انه يتمسك باللاعب بتاعه. هنا ما بتكلمش على النادي، بس انا بتكلم على ردود الافعال. هنا لازم تشيد بالنادي الاهلي، بسياسه النادي الاهلي. جمهوره على فكره زعلان جدا ان منعم مشي، ومتضايق ان منعم مشي، ومش مبسوط ان منعم مشي، لكنه في النهايه
هناك صالح عام اللي هو صالح الكرة المصرية، وصالح خاص اللي هو صالح اللاعب، ورغم انه النادي الاهلي في اشد الاحتياج لكنه صفر منها. والكرة المصرية في اشد الاحتياج لاحتراف لاعب زي ابراهيم عادل، ومحدش بس يقول لك انت عشان الكوبري والحدوتة، لا يا باشا خالص. واذا طلع ابراهيم عادل للاحتراف ما يرجعش غير وعنده 37 سنة، يكون خلص قصة الاحتراف في الخارج كلها، يروح بقى من اسبانيا على انجلترا على المانيا، يطلع على اندية تانية، ربنا يكرمه ورب يوفقه. فدي نقطة كان لازم اتكلم فيها وكان لازم ابدأ بيها النهاردة. النقطة التانية الرابطة، لانه احنا النهاردة 16 اكتوبر والدوري يقال انه 25 26 27 اكتوبر. طيب الرابطة هتعمل ايه؟ الرابطة فين؟ الرابطة شكلها ايه؟ مين اللي هيدير الرابطة؟ هرجع تاني واقول لك انه الاتجاه الغالب داخل اتحاد الكرة المصري انه مش هيبقى فيه رابطة، وان هيكون هناك لجنة، وهذه اللجنة هي اللي هتدير المسابقة، لجنة مسابقات داخل اتحاد الكرة، لجنة الأندية، زي ما انت عايز تسميها سميها، لكنه استقر الأمر على وجود لجنة لإدارة المسابقة. يعني مفيش رابطة، مفيش انتخابات رابطة زي ما كنا بنشوف كل سنة لحد دلوقتي، ده النظام اللي ماشي. الأسماء بتروح وتيجي والناس بتتغير والأفكار بتتغير، لكنه هذا هو الأمر. أنا بس بديلك الخطوات والعناوين اللي هتحصل خلال الفترة المقبلة. ناس كمان كتير سألوني على الشركة الألمانية اللي هتدير المسابقة فين وإمتى وإزاي. عايز أقولك معلومة، الشركة الألمانية لن تدير المسابقة. نعم لن تدير المسابقة. ما اللي هيحصل إيه؟ الشركة الألمانية فقط لا غير ستضع جدول الدوري العام، الجدول الملاعبك، الجدول اللي مليان كله الغاز ومشاكل وأزمات، فهي الشركة الألمانية هتعمل ده. ومندوب الشركة الألمانية، البعض بيقول رئيس الشركة الألمانية، البعض بيقول مندوب كبير من الشركة الألمانية، هيكون موجود في يوم القرعة. القرعة هل زي ما بنشوف بقى زمان؟ لا، ده هو كله هيتحط كده قدامك واونلاين، انت جاي فاتح كده يطلع لك جدول الدوري العام. ما هي كيفية إقامة مباريات جدول الدوري العام؟ هل مثلا هتقول أهلي والزمالك ما يلعبوش الأسبوع الأول؟ لا، ممكن يلعبوا الأسبوع الأول أو الثاني أو الثالث أو أي أسبوع، هيلعبوا في أي وقت. مفيش لا حاجة موجهة، ولا ماتش جوه ولا ماتش بره ولا حاجة من دي خالص، ولكن تبقى أزمة. أنت الدور الأولاني هتلعب 17 مباراة، كل فريق هيلعب 17 مباراة، خلينا نقول النادي الأهلي هيلعب 17 مباراة ضد الزمالك، ضد الاتحاد، ضد سموحة، ضد الإسماعيلي، ضد المصري، ضد حرس الحدود وباقي الفرق، سيراميكا، زي ما أنت عايز بقى تقول، قول زد، مودرن سبورت، زي ما أنت عايز تقول. النظام عشان حضراتكم تبقوا عارفين، النادي الأهلي جمع مثلا في الدور الأولاني من 17 مباراة مثلا 50 نقطة مثلا، 40 نقطة مثلا، هيطلع بنقاط ال 50 او ال 40 او وكل الأندية بنفس الطريقة دي. خلاص طلعنا كده تمام، ظبطنا 100 100. هترجع بقى هيتقسموا 9 و9، التسعة الأولين بيلعبوا على البطل، التسعة التانيين بيلعبوا على الهبوط، الفرق اللي تهرب من الهبوط واللي تبقى في الدوري العام. هنا يبقى السؤال، لان انت اتقسمت 9 و9، طيب هيلعبوا فين؟ سؤال مهم، موضوع مهم جدا. ده لحد دلوقتي محدش عارف يدينا اجابة على هذا الامر. قال لك مثلا جيل الجدول، هما كلهم هيلعبوا بعض الدور الاولاني كله، يعني خلاص انت هتلعب كله الدور الاول. فالاهلي مثلا لعب الاتحاد في اسكندريه الدور الاول، وبعدين الاتحاد والاهلي موجودين في التسعه اللي بينافسوا على الدوري العام، فلعب في اسكندريه، يبقى المباراه الثانيه تلعب في القاهره. ده اقتراح. هل هتتعمل قرعه؟ هتتعمل ازاي؟ ده سؤال مهم جدا، نرجو ان يكون عليه اجابه
عشان خلاص نضع النقاط الصحيحة لبدء موسم استثنائي، أرجو أنه يبقى جزء من حل المشكلة المستعصية في كرة القدم المصرية منذ سنوات بعيدة. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، قلت وحذرت وححذر تاني، انت الصعود عندك ثلاث فرق من تحت والهبوط عندك فرقتين، وانت السنة اللي جاية كمان سنة استثنائية، فمعناها انه الدوري السنة اللي جاية 19 فريق مش 18، اصلها بالراحة اتنين هينزلوا من ال 18 يتبقى 16، تلاتة هيطلعوا يبقى 19، هتعمل مجموعتين، مجموعة 10 ومجموعة 9، ماشي هعديها لك، لكنه في النهاية نظام الهبوط هيبقى عامل ازاي؟ يعني انت هتلعب الاول 19 فريق، كل فريق هيلعب 18 مباراة زي السنة اللي قبلها، فعندك اسبوع باي، هنا عندك مشكلة شوية، لكنه ماشي اوكي، هتوصل لعشرة وتسعة، تسعة بيلعبوا على البطولة وعشرة للهروب من الهبوط. طيب هتنزل ازاي؟ هنزل ثلاثة وصاعد ثلاثة، نفس المشكلة بقى عندك 19 فريق. طب انا هنزل اربعة وصاعد ثلاثة، هتنزل اربعة من عشرة، هتنزل 40%. انا بس بقول من بدري عشان الناس اللي اشتغلت عشان تحل الازمة المستعصية ما تبقاش حلت ازمة مؤقتة وبعد كده بقت في ازمة اكبر، فتبقى واخد بالك من اللي هيحصل في المستقبل. الا هل بلغت اللهم فاشهد. الدوري المصري لا يمكن ان يزيد عن 18 فريق، والدوري المصري ممكن نستحمل سنة واتنين مجموعتين لكن مش اكتر من كده. ما تجيش تقول لي بقى السنة التالتة كمان خليها السنة استثنائية، هيصبح الاستثناء هو الاساس. حضرتك ركز معايا وركز مع كلامي، هتخلي الاستثناء هو القاعدة، والقاعدة هي اللي هتبقى مش موجودة مش هتشتغل عليها. فأتمنى، أنا عارف إنه في اجتماع تاني في شهر 12 عشان هذا الأمر. الأندية بتيجي بقى ساعة الموضوع يقول لك لا أنا ما أقدرش، هتنزل لي أربع فرق إزاي؟ الدنيا تمشي كده إزاي؟ هل هتقلل عدد الصعود؟ ما حرام برضه، ما في 20 فريق بيهلكوا عشان يطلع منهم ثلاثة. حلها لي. المهم أنا دوري هنا إن أنا أحل أو إن أنا أنبه، والحل عند سعادتك مش عندي أنا. نقطة تانية الحقيقة أنا كنت أثرتها من كام يوم وناس كتيرة زعلت قوي مني، لما اتكلمت على الانضباط وليه مأجل القرارات، واتكلمت على موضوع كهربا، وبدأ بقى الكلام والهيصة والدوشة، وانت جاي تقول الكلام ده ليه؟ لا يا باشا، انا الكلام ده قلته خمس مرات قبل كده وعلى مدى السنتين اللي فاتوا، قلته من واحد لحد خمسة، وقلت في يوم من الايام هقول الكلام ده وهقول بالاسماء، وارجع تاني واكرر النهاردة ما قلته واؤكد ما حدث في قضية كهربا. وبعدين يا سيدي ما احنا سايبينك تهري زي ما انت عايز، بتطلع بشعارات وبتطلع بحاجات، انت حر، ما حدش ليه حاجه عندك. يعني هو كلامي غير حاجه من الامر؟ كلامي ما غيرش حاجه من الامر، لكن هي شهاده قلتها خمس مرات وبقولها، ودي المره السابعه بقى اللي انا بقولها، فمش عايز حد يعني يزعل ويتحمق، انا ما باجيش ناحيتك، انا بقول لك حاجه كانت موجوده، ولو شاهدت الناس شهاده حق هيقول لك حصل، ولو جه يوم من الايام الضمير صحي هيقولوا حصل، لان انا بقول كلام اتقال لي انا، مش سمعا ولا نقلا، لا لا لا، اتقال لي انا وقلته وديني بكرره. اللي زعلان مني ما اعرفش زعلان ليه، لكن ارجع لموضوعي الاساسي والرئيسي، وهو وانتوا اجلتوا قراراتكم ليه؟ يعني انا بعد ما اتكلمت لقيت هيصه ودوشه وبتاع، واصل احنا بعتنا للراجل وما رضاش يجي وما رضاش يروح وما حصلش. طب والباقيين؟ ما تقولوا لنا بس عشان نبقى عارفين. عفوا، انتوا يعني في ايه؟ وايه علاقته بماتش السوبر؟
يعني ايه علاقه انه لجنه الانضباط تجتمع بمباراه السوبر؟ مش شايف لها علاقه خالص. هو احنا ليه مش حاسمين؟ واحنا ليه ما بنجيش ونقول يا جماعه 1 2 3 4 5 دي القوانين ودي اللوائح وبنطبقها؟ واحنا ليه بعاد دايما عن الحسم؟ احسموا، قرروا، اجتمعوا، قولوا. انا بقول لك اجتمع وقول حضرتك. انا مش طالب منك على فكره، انا مش طالب منك عقوبه ولا طالب منك نشان، انا عايز حضرتك قرار. انا طالب منك قرار، وقلت لك المره اللي فاتت ادي وسام ادي نشان، يا مرحبا يا مرحبا، بس في النهايه عايز اسمع واشوف قرار. حصري مع شوبير. طيب احنا كان عنواننا الاول قائمه سوبر لمباراه السوبر، السوبر المصري اللي الاهلي هيلتقي فيه مع سيراميكا، والزمالك بيلتقي مع بيراميدز. المباراه الاولى الساعه 4 تجمع ما بين الزمالك وبيراميدز، والمباراه الثانيه الساعه 8 تجمع ما بين الاهلي وسيراميكا. غالبا الاسماء التي ستسافر مع النادي الاهلي، النادي الاهلي هيتمرن بكره، وبعد ما يتمرنوا بسلامه الله يتوجهوا الى المطار في رحله جديده، رحله سوبر جديده. طبعا لما بتيجي بتعمل قرار وزاري، كل اللعيبه بيتم ارسال اسمائهم في القرار الوزاري اللي بيطلع للبعثه اللي مسافره بكره باذن الله. لكن هقول لكم التوجه لدى مارسيل كولر حتى هذه اللحظه. في حراسه المرمى محمد الشناوي، مصطفى شوبير، وحمزه علاء. في الدفاع عمر كمال عبد الواحد، خالد عبد الفتاح، اشرف داري، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، يوسف ايمن، يحيى عطيه الله، كريم الدبيس. في الوسط مروان عطيه واكرم توفيق وعمرو السوليه وكريم ندفد واحمد نبيل كوكا وامام عاشور ومجدي قفشه وعمر الساعي ورضا سليم وحسين الشحات وبيرسي تاو على الاطراف، وسام ابو علي ومحمود عبد المنعم كهربا وطاهر محمد طاهر، دول في خط الهجوم. ان شاء الله رحله سوبر، رحله سعيده، والعوده بالسوبر باذن الله. خبرنا الثاني عن نجم وكابتن الفريق محمد الشناوي. الشناوي الحمد لله تم التاكيد على انه سليم وعدم وجود اعاقه عن مشاركته في المباريات. على فكره الشناوي خد كام غرزه حلوين كده في وشه وصمم على استكمال مباراه مصر مع موريتانيا، والدكتور محمد ابو العيلة فضل متابعه لحد بين الشوطين لانه كان عنده دوخه كده خفيفه، وظل على يعني تحت الميكروسكوب معاه طوال المباراه خاصه الشوط الاول لحد ما اطمن تماما. وكان مصطفى شوبير بيسخن تقريبا طول الشوط الاول من ساعه ما وقع الشناوي لحد نهايه الشوط الاولاني. كان الجهاز الفني طلب من شوبير انه يفضل جاهز لانه احتمال في اي لحظه يكون في تغيير، لكنه الشناوي دخل بين الشوطين واكد انه سليم واكد انه مفيش دوخه، وبالتالي استكمل المباراه. وانا باكد لك ان الشناوي الحمد لله سليم 100 فل و14 ورجوله، وبامر الله سبحانه وتعالى الشناوي وزملائه يقودوا الفريق للفوز بكاس السوبر، والحمد لله على السلامه يا شناوي. الحقيقه بحاول اعمل مداخله يعني بعد شويه. طلع امبارح كابتن ياسر ريان نجم النادي الاهلي السابق وقال انه احمد ياسر ريان كان وقع لنادي الزمالك، لكنه في اتفاق ضمني ما بين الاهلي وسيراميكا انه ما فيش لعيب راح من عندنا راح يروح لنادي الزمالك. يعني احد المصادر الهامه داخل نادي سيراميكا الحقيقه قال لك انه احنا يعني ايه نرفض بيع لعبتنا للزمالك خوفا ومجامله للنادي الاهلي. المصدر قال هذا الكلام غير مقبول جمله وتفصيلا. احنا اداره محترمه، احنا اداره بتشتغل لصالح النادي، ما بتشتغلش ارضاء لحد. حريصين على العلاقه الجيده مع كل الانديه دون استثناء، والدليل ان احنا نفسنا كسيراميكا السنه اللي فاتت اعتذرنا عن بيع او اعاره محمد بسام للنادي الاهلي، وقبل كده كان احمد رمضان بكم، لان احنا كنا عايزينه.
طب ما يخص احمد ياسر ريان، قال لك هناك حاله من الاستغراب الشديد عندنا، انه بيقول لك انه اللاعب وقع للزمالك ولاعب في سيراميكا لانه دي مخالفه بتستحق المساءله والمحاسبه. وبعدين ازاي كنا هنبيع ريان للزمالك وانا ما عنديش عرض رسمي اصلا من نادي الزمالك؟ كل المفاوضات اللي كانت بتيجي كلها الو الو اهلا بكم، الو الو ريان عندكم، كلها مفاوضات شفهيه، مفيش حاجة مرسلة، مفيش حاجة، مفيش، ما جاليش فاكس، ما جاليش ايميل، ما جاليش جواب، ما جاليش أي حاجة. وحتى كمان هذا المصدر أكد لي شخصيا، قال لي إن مفاوضات صديق أجولة بدأت بعد ما بيراميدز كان خلص الصفقة، والعروض اللي اتقدمت لنا من نادي الزمالك صعب جدا يتوافق عليها. قلت له ليه؟ قال لي لأنها يا إما بتكون هزيلة ماديا او بنظام تقسيط مريح، وبالتالي لا يمكن ان احنا كسيراميكا نبص فيها. وبعدين قال لك الله، طب ما ياسر ريان مشي وراح البنك الاهلي برغبه مؤكده منه ومش بالغصب، وده دليل على انه احنا نادي مواقفنا ايجابيه ومواقفنا مرنه جدا طالما لا يوجد تعارض مع سياسه النادي نادي سيراميكا ومصالحه. الحقيقه ما اقدرش اقول عن الكلام ده غير كل الاحترام. في نادي الزمالك جوزيه جوميز المدير الفني، وانا 100 مره بقول لكم الراجل ده بيعجبني، طلب من اداره الزمالك جناح عايزه الصيف ده قبل ما يقفلوا باب الانتقالات 25 اكتوبر. هو عايز جناح مهاري يقدر يلعب في الناحيه اليمين والناحيه الشمال ويكون اجنبي، ويفضل انه يكون بيلعب بالقدم اليسرى. الزمالك عرضت المهاجم او اداره الزمالك كارلوس سترادنبرج على جوميز لكنه رفض تماما، قال انا مش عايز مهاجم انا عايز جناح. الاداره بتواصل مفاوضاتها مع هاتاي سبور التركي، احتمال ان هم يقنعوا جوميز انه يتمم الصفقه. على جانب اخر كمان بدات الفكره مره اخرى بتعود لحسابات الزمالك بعد اصابه مصطفى الزناري، وبرضه وفقا لمصدر ملف المدافع اتناقش من جديد واسم محمد اسماعيل في الصوره، واللاعب اتوصل لاتفاق مع النادي. هنا بس منتظرين موافقه نادي زد بالتخلي عن اللاعب. هنا الراي الاول والاخير فنيا للمدرب، واعتقد ان ده حقه تماما. النهارده الحقيقه أو امبارح لجنة الاستئناف في الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المستشار محمد عبده صالح هنا حسم موضوع قدامها، حسمت على طول. كنا ناقشنا قبل كده قصة الأندية اللي صعود لها من الدرجة الرابعة أصحاب المركز الثاني لدوري القسم الثالث. القسم الثالث يعني بيبقى من حقهم إن هم يجيبوا لاعبين، وكان كتير جدا من رؤساء الأندية كلموني. فاتحاد الكوره فتح السيستم ان هم في القسم الثالث، فاللي كان هيلعب بلعيبه هو قال لك الله ده انا في القسم الثالث، فراح اشترى لعيبه. فلما اشترى اللعيبه وخلاص وبيسجل قالوا له لا، مين قال لك انت في القسم الثالث؟ امال انت فين يا عم؟ قالوا له انت في القسم الرابع زي ما انت. فلما تعرض الامر على لجنه الاستئناف قال لك فتح السيستم هو اعتراف صريح من اتحاد الكوره بانهم بقى في القسم الثالث، وحكم بحقهم بأن يكونوا في القسم الثالث. الأندية دي كالتالي: نادي جولدن جيت، الفيوم، كفر البطيخ، دمياط، مركز شباب الحسينية، الشرقية، السنطة، الغربية، غزل بورسعيد، بورسعيد، نادي الشعب بكومومبو، أسوان، نادي الشبان مسلمين، أسيوط، سكر نجا، حمادي بقنا، مركز شباب شها، الدهلية، الأهلي بالمنشاة، سوهاج، مركز شباب كفر الدوار، البحيرة، مركز شباب الواسطه بني سويف، غزل شبين المنوفيه، مركز شباب شبرمنت الجيزه، مركز شباب امبابه الجيزه، مركز شباب الوادي في الوادي الجديد، نادي الزعفران في كفر الشيخ. دي الانديه اللي يحق لها الصعود الى القسم الثالث. احيي لجنه الاستئناف على حاجتين: الاول هي العداله الناجزه، الثاني هي القرارات الحاسمه، اما الثالث فان احنا نطلع فاصل و
ونرجع نكمل مع حضراتكم. أهلا بحضراتكم من جديد أعزائي المشاهدين. النهاردة سفير جديد من النادي الأهلي بينضم إلى قائمة المحترفين في أوروبا، لكن الجميل أنه سفير صغير، سفير جميل كل الناس تتكلم على موهبته. عمر سيد معوض وانضمامه إلى ريال بيتس الأسباني. عمر مساء الفل يا حبيبي وألف مبروك. لا حضرتك يا كابتن، ربنا يبارك فيك يا كابتن. طمني عليك وعلى رجليك. أنا الحمد لله والله العظيم تمام، والعلاج ماشي الحمد لله تمام، وفي ربنا وكرم ربنا وبالناس اللي في دعمني دي كلها، فالحمد لله أنا تمام وإن شاء الله أرجع قريب بإذن الله. إمتى هتحط رجلك في الملعب؟ إن شاء الله يعني في أقرب وقت، إن شاء الله في أول شهر 12 إن شاء الله. أول شهر 12 نكون تمام التمام 100 فل 14، يعني الناس كانت تخيلت يا عمر إن الموضوع انتهى وتقفل إلى أن صحينا على المفاجأة السعيدة. إيه اللي حصل؟ اتجددت المفاوضات إزاي؟ هي مش موضوع جدد المفاوضات، بس هي مشيت بكرم ربنا. يعني انا عايز اشكر ربنا على كل ده، وكمان عايز نعم كل حد في النادي الاهلي، لان كلهم وقفوا في ظهري بالذات في الموضوع ده، وفضلوا واقفين معايا لحد اخر الموضوع خالص، وفضلوا بيتكلموا وفضلوا بيفاوضوا لحد وقتنا دلوقتي، لحد ما اتبعت اللي هي الرساله او الفاكس ده ونزل الخبر. فكلهم وقفوا جنبي واولهم طبعا ربنا طبعا، وبعد كده الناس كلها اللي في الاهلي سواء مدربين والاجهزه الفنيه والكباتن كلها وقفت جنبي، ولحد ما اتكلموا والموضوع مشي، والموضوع برده اتعقد برده في النص شويه بسبب حوار الصليبي، واتقال انه لا ومش لا وبتاع، وانا اول واحد كنت محبط برده والله، اللي هو انا اول واحد كنت متضايق يعني بعد طبعا ما جالي الصليبي ده. ف انا من جوايا كنت محبط وكده، وقلت خلاص وبتاع وان الموضوع خلاص اتلغى وكده ومش عارف ايه، بس طبعا يعني سبحان الله ربنا حط لي حاجه اكبر بكتير. لكن هم الناس مقتنعين بموهبتك وبالتالي صمموا على ضمك يا عمر، وده حاجه جميله يعني من فضل الله سبحانه وتعالى يعني. لا الحمد لله والله، يعني انا حتى طلعت، انا كان كل اللي في دماغي كمان في فتره المعايشه ان انا كنت عايز اطلع اللي هو لا اوريهم ان انا كنت بلعب في نادي كبير. طبعا انا كنت بلعب في نادي في اكبر نادي في افريقيا. نعم. ولسه بلعب فيه لحد دلوقتي، لحد شهر يناير ان شاء الله. نعم. هفضل في النادي الاهلي. وعايز اوريهم اللي هو النادي ده اللي رباني واللي علمني كتير، فطلعت كل ده هناك، فالحمد لله ان هم فضلوا ماسكين فيا. عمر سيد معوض، ابوه سيد معوض وجده كابتن رمضان السيد، يعني اهلاوي ابا عن جد، يعني زي ما بيقولوا. بتستعد ازاي لهذه التجربه الصعبه، خاصه الدوري الاسباني صعب، وانت رايح على فرقه الشباب ولا هتتمرن مع الفريق الاول ولا الدنيا ايه؟ طمنا شويه. مع فرقه الشباب بس يعني ان شاء الله باذن الله اعمل كل اللي انا اقدر عليه واطلع ان شاء الله باذن الله الفريق الاول والعب في اسرع وقت باذن الله. التصوير ده كان فين؟ التصوير لا كان في مصر. كان في مصر؟ لا كان في مصر. حد من هناك تواصل معاك وخلاك تعمل الفيديو؟ حد من هناك تواصل مع اللي هو ام كيو اف، الناس الماسكين اللي هو مصطفى وادري، الناس اللي ماسكاني تواصل معاهم وكده، واتصورت في مصر، وبعد كده هم قرروا ان هم ينزلوا الصور اول ما تم 18 سنة. طيب قول لي بقى، يعني وانت رايح ان شاء الله اسبانيا، طموحاتك مع ريال بيتس ايه؟ احنا مش عايزينك تلعب مع الشباب، عايزينك تلعب مع الكبار، وامكانياتك تلعب مع الكبار، يعني اديني طموحاتك كده وامالك يعني. لا يعني ان شاء الله انا طموحي حتى وانا في الاهلي كان طموحي ان انا اطلع في التيم، وطموحي يعني انا من النوع اللي طموحي كل يوم بيتجدد. نعم. اللي هو ان انا ان شاء الله طالع ريال بيتيس سواء حاضر هناك، دي مكتوب عند ربنا كده كده، بس ان شاء الله برضو عندي لسه حلم اكبر ان انا اطلع ريال بيتيس واطلع فيرست تيم، وبعد كده اطلع على فريق اكبر لحد ما اوصل لاكبر فريق. وبس وان شاء الله اعمل حاجه. ريال بيتيس من الانديه القويه في اسبانيا، من الانديه المحترمه جدا، واللي يعني لها باع طويل، ويعني ولو لعبت معاه اساسي يبقى حاجه جميله. يعني ده شرف ليا كبير جدا ان انا العب معاهم، وكمان كان شرف ليا ان انا كنت جزء من النادي الاهلي. يا سلام. برضه النادي الاهلي هو اللي وداني هناك. نعم.
النادي الاهلي هو اللي ساعدني ان انا اوصل، وبشكر طبعا كل الناس اللي وقفت جنبي، اولهم جمهور النادي الاهلي. نعم. بشكرهم واحد واحد كلهم، كل الناس اللي فضلت واقفه جنبي، وكل الناس اللي فضلت تسال عليا، وكل الناس اللي فضلت تدعي لي ان الصفقه دي تتم، وفضلوا يدعوا لي برده ان انا اطلع فيرست تيم. فانا بشكر كل الجمهور، وبشكر كل الاجهزه الفنيه، وبشكر كل اللعيبه زمايلي، وبشكر من العامل لحد الكابتن محمود الخطيب. انا بشكرهم كلهم على وقفتهم جنبي، وعلى ان هم فضلوا في ظهري حتى في وقت المفروض اللي هو يعني مش المفروض بس في وقت اللي هو انا وقعت فيه، فهم لا فضلوا ساندني وفضلوا واقفين جنبي. فانا بشكرهم كلهم على كل ده. مثلك الاعلى مين يا اشول؟ ميسي طبعا. ميسي يا اشول. لا لا ميسي طبعا. نفسك مش تبقى بابا؟ مش بابا. لا لا ميسي. مش بابا؟ يا كابتن سيد. كابتن سيد. كابتن احمد مساء الفل يا كابتن سيد. الله يكرمك. احنا لسه ما ركبناش الطياره. قال لك مش بابا طبعا. شفت بقى؟ لا عادي يا كابتن، انا مش عايزه يبقى بابا. انا بهدي الاعلى بابا. انا بهدي النفوس يا كابتن سيد. حبيبي يا كابتن سيد، مبروك يا كابتن سيد. انا عارف انه سيد ده يعني عمر ده مشروعك، وكنت بتحلم قد ايه انه يبقى موجود في اوروبا، وكان حلمك نادي ريال بيس. لكنه طمني يعني التفاوض اتجدد ازاي؟ بلغت عمر ازاي؟ رد الفعل عليك كان عامل ازاي؟ والله الحمد لله كابتن، يعني من اول يوم الناس بصراحه اتعاملت بشكل كويس. اول ما عمر راح فتره المعايشه هناك وقعد، وهم قرروا ان هم خلاص عايزين يكملوا الصفقه دي. وبعد حتى ما عمر اتعور، انا جالي مسج المسؤول ميجيل، المسؤول عن قطاع الناشئين موجود هناك، قال لي احنا مكملين ومفيش اي مشكله، واي لعيب كوره معرض ان هو يتعور، وده شيء طبيعي في الكوره. فانا انبسطت جدا بصراحه، ويعني حسيت ان هي حاجه كويسه بس. وكملت من بعدها، يمكن الموضوع كان مستني شويه لحد ما عمر يوصل 18 سنه. هو يوم 14/10 وصل، تم 18 سنه فعلا. وكان التفاوض الحمد لله، يعني من اول يوم الكابتن خطيب يعني كان مفاوض امير. اعتقد يا كابتن سيد انه النادي الاهلي برئاسه الكابتن خطيب حريص جدا على مصلحه ابنائه. وانا كنت حتى بقول لك وقع يا سيد العقود ما تقلقش، لانه النادي عمره ما هيتاخر عن صالح حد من ابنائه. لو تتذكر الحوار اللي دار بيني وبينك. والحمد لله كابتن، يعني ما فيش اي حاجه. احنا حتى ما وقعنا على العقود بتاع عمر، وقعنا للنادي الاهلي على بياض، لان احنا ارتباطنا بالنادي كابتن، انا كنت بقولها حتى قبل ما عمر يمضي، ارتباطنا بالاهلي مش هو موضوع عقد خالص. يعني مش هو موضوع عقود، بدليل قبل حتى ما عمر يوقع عقد، انا كان في زوم ميتنج من ميجيل اللي هو المسؤول عن ريال بيتيس في التفاوض، وكان امير توفيق. يعني ما انا لو كان في حاجه في دماغي عمري ما كنت هخلي المحادثات دي تتم. فهو امير توفيق شاهد، وبرده في نفس الوقت يا كابتن احمد انا لازم اشكر اثنين، لان انا بشوفهم مظلومين جدا في السوشيال ميديا السنه اللي فاتت او السنين اللي فاتت جوه النادي. وبامانه الناس جايه عليهم، بس انا شفت فيهم ان هم بيدوروا على حق الاهلي اولا في اي موضوع بيدخلوه او اي صفقه بيتم التفاوض عليها. وهم امير توفيق وحسام غالي. بامانه الاثنين دول من اهم الناس اللي انا اتعاملت معاهم في قصه عمر، ومن اهم الناس اللي هم ساعدوا ان النادي ياخد حقوقه كامله. النادي الحمد لله عامل عقد محترم، يعني كل شويه هل ممكن نعرف محترم. هل ممكن نعرف شويه من العقد؟ يعني بعيدا عن التفاصيل يا كابتن، يعني كل ما عمر يبقى موجود هناك النادي هيدخل له فلوس كويسه، يعني ممكن تعدي مبلغ كبير. النادي عنده. طب انا اقول لك المعلومات اللي عندي، قول لي صح ولا غلط. يعني معلوماتي انه اول ما يوقع الاهلي هيدخل له 250 الى 300,000 دولار، وكل مباراه تقريبا بتوازي حوالي 100,000 دولار. صح انا كده ولا انا غلطان؟ لا يعني ممكن كل 10 مباريات كل 10 مبلغ معين. كل 10 متاسف، كل 10 مباريات حوالي 100,000 دولار، ده مع الناشئين تقريبا كده. صح كده؟ نعم. وعلى المرور بقى السنين ونسبه اعاده بيع عاليه جدا، يعني يكاد اول مره تتعمل في تاريخ النادي اعاده البيع تبقى عاليه بالشكل ده. الاولويه للنادي الاهلي، لو في تفاوض مع نادي خارجي كل حاجه فيها النادي الاهلي جزء كبير منها. حلو يعني جدا. العقد يعني لمصلحه الاهلي اولا، وبعد كده لمصلحه عمر وريال بيتيس. يعني النقطه الاهم ان احنا مبسوطين كمان خدتين ان عمر طالع وهو كبير من النادي. يعني هو حتى صحيح. عمر ما لعبش. وانا قلت لك من الاول برضو ان الكابتن الخطيب حريص جدا جدا انه
ولادنا يبقوا محترفين، وموهبه زي عمر لازم تكون موجوده في اوروبا يعني. ان شاء الله يا كابتن يعني. واحنا انا زي ما بقول لحضرتك كان شرف كبير جدا التعامل في الصفقه دي كلها، سواء مع كابتن خطيب او حسام غالي او امير توفيق. الثلاثه بصراحه وقفوا معانا وقفه كويسه. والحمد لله يعني عمر مكمل لحد يناير في النادي، ومن اول يناير ان شاء الله. طب خلي من اول يناير خلاص موجود هناك ان شاء الله. طب عمر عايز تقول ايه بس البابا عشان انا عايز اكمل معاه بقى؟ لا انا عايز اشكره، مش عايز اشكر هو بس، انا عايز اشكر بابا وماما واختي واخويا وخلاني وجدي وجدتي، لان دول كانوا دافع كبير قوي ليا ان انا يعني اللي هو بقى نفسيا حتى قبل ما ابقى كويس عامه كرجلي وعضلاته كده ابقى نفسيا انا كويس يعني. انا عايز اشكره جدا على مساعدته ليا وعلى وقوفه جنبي وفي ظهري، وعايز اشكر مامتي وعايز اشكر اختي واخويا وعيلتي كلها، علشان دول كانوا دافع كبير قوي ان انا يبقى نفسيتي حتى كويسه. نعم. ان هم رجعوني تاني اللي هو ان انا مبسوط وان كويس وان انا عادي، الاصابه دي بتيجي للناس كلها. نعم. بالتوفيق يا عمر ان شاء الله، وبشكرك شكرا جزيلا. انا اكمل بقى مع كابتن سيد معوض وانت في قمه سعادتك دلوقتي. خلينا نروح للمنتخب. شفت فوز المنتخب، الفوز باربع مباريات متتاليه، تصدر المجموعه، ضمان التاهل مبكرا. لا يعني ما طبعا ان انت تحقق الارقام دي كلها حاجه كويسه جدا، وخصوصا ان هي بدايه لمدرب جديد هو كابتن حسام. والنقطه الاهم اللي بشوفها اهم كمان من المكاسب دي، لان بغض النظر عن المنافسين مش هم اعلى حاجه في افريقيا، ان انت بتدفع بعناصر جديده. صحيح. انا نقطتي في منتخب مصر يا كابتن ان 2026 يبقى معدل اعمار منتخب مصر مناسب لبعد كده. هي دي النقطه الاهم، مش النقطه انا بكسب مين. فانا شايف ان المباراه دي مباراه موريتانيا اهم مباراه عملها كابتن حسام. متوسط الاعمار نزل بشكل كبير، في لعيبه شباب جدا موجودين، لعيبه كانت في المنتخب الاولمبي، لعيبه كتير. فانا شايف هي ده الطبيعي بتاع الكوره، ان انت لازم تدخل عناصر كتيره جدا. انت لازم العناصر اللي بره مصر كلها لازم تشوفها بشكل كويس، لازم يبقى عندنا عنصر ما يبقاش فيه ثلاث اربع لعيبه فوق ال 34 35 سنه موجودين في الملعب. صحيح. انا بشوف ان ده صعب جدا. طيب اسالك عن السوبر المصري، والاهلي غدا بينطلق الى الامارات ان شاء الله في مهمه جديده بامر الله لحصد لقب جديد. اهلي مع سيراميكا، زمالك مع بيراميدز، متوقع ايه؟ يعني ان شاء الله النادي الاهلي يعني يحاول يرجع لنا الفرحه اللي ممكن مباراه السوبر اثرت شويه. نعم. انا اعتقد النادي الاهلي داخل بفكر مختلف، يمكن الناس كلها كانت بتقول على مباراه السوبر ان هي مضمونه بنسبه 90% للنادي الاهلي. نعم. وحصل العكس تماما. فانا شايف ان النادي الاهلي دلوقتي انا فرصه كويسه ان الناس حطت النادي الاهلي تحت ضغط. النادي الاهلي طول ما هو تحت الضغط بيأدي ولاعيبته بتظهر باحسن مستوى. فان شاء الله النادي الاهلي موجود في النهائي، وكمان هيحصل على البطوله يعني. بغض النظر عن هيلاعب مين، سواء سيراميكا او الكسبان من بيراميدز والزمالك. لان النادي الاهلي عنده القدره، النادي الاهلي فارق بمساحه او بمسافه كبيره عن معظم المنافسين اللي بيلعبوا. الاهلي والعين الاماراتي شايفها تجربه عامله ازاي؟ ماتش صعب، بس طبعا طول ما انت بتلعب في استاد القاهره يا كابتن وفي وسط جمهورك، ده بنسبه 70 80% مديلك افضليه كبيره جدا. فانا بشوف النقطه دي هي الفاصله في المباراه. طول ما جمهور النادي الاهلي موجود وموجود بكثافه، لا انت عندك افضليه كبيره جدا. بغض النظر حتى فرقه العين فرقه كويسه وعندها لعيبه محترفه كويسه وعلى اعلى مستوى، بس انت في وسط جمهورك لا مختلف تماما. انا عايز ابارك لك مره ثانيه يا سيد، وعارف مجرب انا الشعور ده والاحساس ده بعمر، وعارف قد ايه، لان انا يا جماعه كابتن سيد من اقرب الناس ليا، واحنا متواصلين دائما وابدا. كابتن رمضان السيد بقى اقرب مني لي منه ليا قد سيد 10000 مره يعني. كابتن النهارده اول مكالمه جات لي من مصطفى شوبير، واول مكالمه جات لعمر من مصطفى شوبير. لا والله حكايه حاجه يعني برضو يعني في حاجات كده كابتن. انا بحس بالناس اللي بتفرح لك باي حاجه. طبعا. يعني ده الطبيعي بتاع الناس كويس. ونقطة مهمة برضه كابتن، يعني قبل ما انسى، أنا كان من أحلام عمري إن أشوف عمر في الفيرست تيم. ممكن ما جاتش الفرصة، الظروف ما ساعدتش، بس أنا كان حلم من أحلام حياتي إن أنا أشوفه لابس تيشيرت النادي الأهلي، تيشيرت الفريق الأول، وإن شاء الله تتعوض. بيبقى حلم عمرنا كلنا والله يا سيد. والله يعني الله كابتن. يعني أنا فاكر أول مباراة ودية لمصطفى كان مع المصرية للاتصالات، وهو راجع، فقلت له تعالى هات اجنده واعمل اللي انا ما عملتوش، اكتب التاريخ، تاريخ اول مباراه وديه كانت في النادي الاهلي، ما حدش شافها كتير يعني، انه تقول في يوم من الايام اول مره العب مع الفريق الاول للنادي الاهلي.
بتبقى حاله سعاده، واحنا كمان بنتعرض لهجوم عنيف جدا يا سيد. انا بقول لك سيد انت اخويا الصغير يعني، حبيبي يا كابتن، فبنتعرض لهجوم وابناء عاملين، والولاد بيبقوا موهوبين وربنا كرمهم وبيتعطلوا بسبب انتمائهم لينا. لكنه قول لي بقى، طب انت ما كنتش بتسيب ماتش لعمر في مصر؟ هتروح اسبانيا كل ماتش؟ هنضيع الارشادات يا عم سيد. هنروح كلنا يا كابتن ان شاء الله، ان شاء الله هنروح كلنا. لا لا لا، انا عمر كابتن بالنسبه لي، انت حضرتك قلت نقطه مهمه ان هو مشروع عمري. انا عمر، انا حد كلمني النهارده من فرنسا، انا فاكر اول سفريه سافرتها عشان اقعد مع ناس بتفاوض لعمر، الكلام ده ما حدش يعرفه تماما. قول لي بقى، قول لي الكواليس. في 2019 قعدت مع ويليام جالت نجم تشيلسي، كان هيبقى وكيل عمر في 2019، الكلام ده من 5 سنين. وكان بيتفاوض ان هو هيوديه احد الانديه في فرنسا، بس عمر كان لسه سنه طبعا القانوني ما صحيح كان 13 سنه، فكانت الامور صعبه جدا ان هو يعيش هناك. فانا بقول لك انا رحله كبيره، مش هي النهايه دي يعني. لا البدايه يعني، احنا والله كابتن احنا مش من عمر وهو وادي دجله وعنده 60 لحد دلوقتي، فالموضوع ان شاء الله يكمل على خير ونفضل مكملين معاه. طيب انا هقول لك نصيحه بس بعد ما ربنا يتم عليه الشفاء، من هنا لحد يناير لما يسافر اسبانيا خليه ياخد كورسات اسباني دلوقتي. هو كابتن بياخد اصلا والله. طيب انا غلطان، انا متاخر. قال يعني انا اعمل فيها ايه؟ الواد البورم يعني، وبديك النصيحه اتاري شغال. الحمد لله معاه 2 مهمين جدا، مصطفى وادري، دول ولدين شباب كويسين جدا عايشين في برشلونه، فهم يعني بامانه انا مسلم عمر ليهم يعني. هم اللي بيتعاملوا معاه، هم اللي بيعملوا كل حاجه وجايبين له حد مصري قاعد في اسبانيا هو اللي مديله كورسات اونلاين. والله الموضوع يعني الحمد لله ماشي بشكل كويس، ف يعني الامور ماشيه ان شاء الله. احنا بنحاول نعمل اللي علينا والنعمة بالله يعني. سلم لي على الكابتن رمضان السيد، ربنا يطمنا عليه، وبالتوفيق يا رب ان شاء الله. ربنا يكرمك يا رب ان شاء الله. حاسس بفرحتك، بشكرك شكرا جزيلا كابتن سيد معوض، نجم مصر والنادي الاهلي السابق، والد اللاعب عمر سيد معوض الذي وقع اليوم رسميا لنادي ريال بيتس الاسباني، والعقد يبدا ان شاء الله منذ الاول من يناير المقبل، والتوقيع جاء بعد ان اتم 18 سنه. بالتوفيق يا رب ان شاء الله. عندي بس خبر حلو قبل التليفون المهم اللي معايا، فريق يد الاهلي رجال تاهل لنصف النهائي بطوله افريقيا بعد ما فاز على رجاء اغادير المغربي 33-13. زي ما قلت لكم احنا هنلاعب في نصف النهائي نادي الزمالك، الزمالك فاز ايضا فوز كبير على بطل بنين، وعمر سامي هو كان رجل ونجم المباراه. لكن المفاجاه الحلوه كانت من السيدات، لاول مره في التاريخ فريق مصري للسيدات بيفوز على فريق انجولي. النهارده فزنا على بريميرو او اول اغسطس الانجولي 26-20، هنلعب بترو اتلتيكو في نصف النهائي يوم الجمعه، مشوار صعب. والفرقه اللي كانت بتلعب الاهلي امبارح ما كانتش عايزه تكسب عشان تبعد عن السكه الانجوليه، لان انت بتلعب في ربع النهائي بطل انجولا واللي بعديه بطل انجولا ايضا، وده حامل اللقب 6 أو 8 مرات في الفتره الاخيره. طيب كنا قلنا في المقدمه عن قصه احمد ياسر ريان، وقلت لكم ان انا كنت اتكلمت مع مصدر مسؤول من نادي سيراميكا، لكن جميل ان يبقى معانا مدير الكره بنادي سيراميكا كابتن معتز البطاوي. كابتن معتز مساء الفل عليك. مساء الهنا كابتن شوير، ازيك؟ اخبارك ايه؟ طمني عليك وطمني على الاقامه في الامارات، شكلها عامله ازاي والاجواء اللي انتوا عايشين فيها، خاصه ان انتوا اول فريق يعني سافر الى الامارات ولعبتوا مباراه وديه مع الوحده، هل لعبتوا مباريات تانية اكتفيتوا بالمباراه دي؟ الشكل العام للمعسكر عامل ازاي؟ والله الحمد لله احنا فعلا وصلنا وعندنا تمرين كل يوم تقريبا، والاقامه الحمد لله جيده جدا، وبنشكر طبعا الامارات الشقيقه، دوله الامارات الشقيقه، نعم، ومجلس ابو ظبي الرياضي الحقيقه والشركه المتحده في تواصلهم باستمرار معانا في كل صغيره وكبيره الحقيقه. نعم. وطبعا مش هنخفيك يعني سر ان احنا اكيد بنبقى مبسوطين جدا طبعا في وجودنا في بطوله كبيره زي دي بتضم يعني اكبر 4 انديه في مصر، فبالتالي ان شاء الله باذن الله تبقى بطوله جيده جدا ونطلع بشكل كويس يرضي المصريين ويرضي جميع الناس اللي شغالين في الرياضه المصريه. لعبت حاجه غير مباراه الوحده ولا اكتفيتوا بمباراه الوحده يا معتز؟ لا اكتفينا بيها. اكتفيتوا بال الموسم اللي فات الاهلي فاز في الوقت بدل الضايع، ف
في مباراه كانت شديده التكافؤ بين الاهلي وسيراميكا، هل نتوقع مباراه بنفس النديه هذا الموسم؟ والله اتمنى يا كابتن شوبير طبعا ان هي تبقى مباراه نديه ومباراه جميله يستمتع بها الجمهور. نعم. هنا في مصر في الامارات وجمهور الكره المصري. واعتقد كعاده مباريات سيراميكا كليوباترا مع النادي الاهلي دايما بتبقى مباريات قويه. بس يعني المره دي تحديدا يمكن المباراه صعبه جدا. اعتقد النادي الاهلي حاج عوض خسارته من السوبر الافريقي، واحنا بالنسبه لنا استعداد اكيد هيبقى جيد جدا لبطوله الدوري او الموسم الجديد. يمكن احنا مش جاهزين او مش كاملين الجاهزيه زي النادي الاهلي او نادي الزمالك او نادي بيراميدز، لان هم كانوا بيشاركوا في افريقيا ومباريات افريقيا. يمكن احنا المباراه يمكن الوحيده زي ما حضرتك قلت اللي لعبناها بشكل قوي خلال الفتره اللي فاتت، وده من نهايه الموسم، فممكن تكون الامور متصعبه علينا اكتر. ممكن يكون عندنا بعض الصفقات اللي لسه ما دخلتش الاجواء معانا وما فيش انسجام بشكل كبير، فالحاجات دي كلها ممكن تبقى عائق شويه ان يعني المباراه تبقى سهله علينا. بالعكس المباراه دايما صعبه على النادي الاهلي، صعبه على الفرقتين بكل تاكيد يعني. أكيد. طيب خليني اسالك عن ما تردد حول موضوع احمد ياسر ريان، اتفضل قول اللي انت عايزه. لا والحقيقه انا امبارح سمعت تصريح من الكابتن ياسر ريان ان احمد وقع لنادي الزمالك في فتره من الفترات اللي هو كان بالفعل متعاقد فيها مع نادي سيراميكا كليوباترا. نعم. اللي انا عايز اوضحه بس ان يعني نادي الزمالك لما عرض شراء احمد ياسر ريان، الكلام ده كان اخر مره تقريبا في يناير الماضي. نعم. ما حصلش اي تواصل ما بيننا وما بين اداره نادي الزمالك خاصه باحمد ياسر ريان خلال الانتقالات اللي احنا موجودين فيها دلوقتي. نعم. ده رقم واحد. رقم اثنين، الحاجه اللي انا عايز اوضحها ان احنا في سياسه في مجلس اداره نادي سيراميكا كليوباترا، ويمكن دي ما بتبقاش مكتوبه في عقود او موجوده في حاجه. يعني سياسه قاطعه بالنسبه لمجلس اداره نادي سيراميكا ان اي لاعب جاي من نادي الزمالك ما يروحش النادي الاهلي، اي لاعب جاي بينه من النادي الاهلي ما يروحش النادي الزمالك. وده بشكل واضح يعني. نعم. ده على الرغم كمان زي ما بقول لك ان كمان ما فيش اي تفاوض حصل مع نادي الزمالك. لكن ده سياسه او عرف عندكم. او عرف موجود عندنا. نعم. بالظبط كده. وبالتالي انت بتنفي هذا الامر جمله وتفصيلا، بتشتغل بشكل احترافي لكنه هناك نوع من انواع يعني تقول الاحترام للجميع يعني. اكيد احنا زي ما قلت لحضرتك يمكن قبل كده وباكد عليها ان احنا على مسافه واحده من جميع الانديه في مصر. صحيح. نادي الاهلي ونادي الزمالك وجميع انديه مصر بنتشرف بالتعامل معاهم دايما، ويمكن عايز اكد على بعض الحاجات. نعم. ان احنا كمان نادي الزمالك خلال الفتره اللي فاتت يمكن على السوشيال ميديا او بنسمع دايما حاجات كتير، يمكن حضرتك عارف وقريب شويه كنت قريب مننا شويه ان نعم. مجلس اداره نادي سيراميكا كليوباترا مش متابع جيد للسوشيال ميديا او للاخبار. نعم. دي بصفه عامه يمكن انا ممكن اكون اكثر منهم طبعا. شغلتك شغلتك تمدير الكوره يعني. ولكن عايز اقول لك نادي الزمالك خلال الفتره اللي فاتت طلعت اخبار كثيره جدا، الله اعلم بقى منين. نعم. بالظبط ان الزمالك عاوز صديق وسيراميكا رفض، الزمالك عاوز وبيكهام كمان وبيكهام وسيراميكا. اللي انا عايز اكد عليه ان بالفعل نادي سيراميكا على مسافه واحده من جميع الانديه. نادي سيراميكا لما بيبقى ما فيش مشكله بالنسبه له فنيا في ان هو يستغنى عن لاعب عمره ما هيتاخر، بل بالعكس احنا دايما بندور على مصلحتنا. نادي الزمالك لما طلب مننا تطبيق جوله كان الرد واضح وصريح ان احنا بالفعل ابرمنا الاتفاق مع نادي بيراميدز. نعم. وكانت في الردود الاخيره والكلام ده كان في شهر 7. نعم. بالتالي ما كانش ينفع خالص ان انا اخلف وعدي مع صحيح. نادي بيراميدز. نعم. واوجه اللاعب لمكان تاني، خاصه ان العرض بالنسبه لنا كان عرض كويس جدا. نعم. وكان في تبادل للعيبه جيده جدا احنا كنا محتاجينها. نعم. والكابتن ايمن رمادي كان محتاجها بالاسم يعني. احمد رمضان بيكهام نفس القصه. نعم. ما كانش فيه اي عروض. نعم. ولا وصلنا لمرحله التفاوض. نعم. اصلا لان زي ما قلت لك السياسه اللي احنا ماشيين عليها. كذلك قلاوه. ما فيش خالص اي حد مسؤول من نادي الزمالك اتكلم تماما عن قلاوه خلال نادي الزمالك، واعتقد ان خلاص بالنسبه لنا كمان الموضوع ده اتقفل، لان خلاص احنا قفلنا على فرقتنا وبادئين الموسم، فما اعتقدش ان هيحصل فيه اي تفاوض في اي حاجه خلال الفتره اللي جايه. هتمنى لك التوفيق في كل مباراتك ما عدا النادي الاهلي بس يا معتز.
شكرا يا كابتن سويد. ان شاء الله باذن الله يعني يبقى مباراه جيده كله يستمتع بيها حبيبي. والافضل في الملعب هو اللي ان شاء الله حبيبي يا معتز. انت اداره محترمه، الحاج محمد ابو العينين، استاذ طارق ابو العينين، حضرتك كابتن ايمن الرمادي على راس الجهاز الفني، بصراحه ناس شديدي الاحترام. بشكرك شكرا جزيلا معتز البطاوي مدير الكره بنادي سيراميكا كليوباترا. يا جماعه من فضلكم، احنا هنا يعني الحمد لله الفتره اللي فاتت بدانا نوضح لحضراتكم انه مش هنسمح باخبار غلط تخص النادي الاهلي، وهنكون امنه جدا معاكم في تصحيح اي اخبار مغلوطه، ليس تقليلا من الاخرين ولكنه استجلاء للحقيقه وللخبر الصحيح. فالحمد لله لما بيطلع خبر اقول لكم نعم هذا خبر صحيح او لا هذا الخبر لا اساس له من الصحه. فتمام ده ما يخصنا. فخلاص عندنا قناتنا الرسميه اللي تقدر ترد على كل الاخبار وتؤكد الصحيح وتفند ما هو غير صحيح. لكن اللي غيرنا احنا ما نعرفوش. يعني ما هنعرف، احنا بنحاول نستجلي الاخبار من مصادرها الحقيقيه، فاحنا ما نعرفهاش، وبالتالي الجمهور بيبقى هنا الضحيه. بمعنى انه يقول لك ايه وصديق اجولا واقترب والزمالك وانهى وابرم وخلص تمام التمام، فبيجي يطلع مدير الكره يقول لك يا جماعه انا مخلص من شهر 7 مع بيراميدز، خلص من شهر 7 مع نادي بيراميدز، وكانت القصة ان هم كانوا عايزين 4 لعيبة، فخدوا عبد الله مجدي، خدوا فخري لاكاي، وبعدين خدوا اسلام عيسى، وبعدين خدوا زلاك، فكان في لعيب مزرجن شوية. لكن كل الخطوط، وعلى فكرة هم متحملين جزء كبير جدا كمان نادي بيراميدز من مرتب فخري لاكاي. فوينت وين زي ما بيقولوا، كله كسبان هنا يعني. فما ينفعش انه انا بقى افضل اعشم الجمهور وبعدين فالموضوع ما يحصلش، فيجي يقول لك ايه الحق ايه سيراميكا، ما حصلش. النادي الاهلي السنه اللي فاتت بوضوح شديد جدا اتكلم مع سيراميكا عايزين بسام، قال لهم لا مصلحه فرقتي انا ما فيش بسام. ليه؟ قال لك انا عندي الجبري جول الاحتياطي هيكون في الاولمبياد وعندي ده الجون الاساسي بتاعي، فعايزين بسام ادونا مصطفى شوبير. النادي الاهلي قال لا، قال له خلاص انتهى الامر. فالحقيقه بس ما ايه، ما نعشمش جمهورنا باخبار لا اساس لها من الصحه، وبعدين في الاخر نرمي على الادارات. الخطير المرعب الهداف الجميل اللي ما في واحد من جمهور الاهلي الا بيتمنى دائما وبيحبه وبيبعت له التحيه والسلام، الفين وسلام وتحيه لنجمنا الجميل محمد شريف. شريف مساء الفل. الفل يا كابتن، عامل ايه؟ وحشني، طمنا عليك. انت كمان والله زي الفل الحمد لله. مبروك على البرنامج الجديد يا كابتن. الله يبارك فيك. بتتابع ولا ما بتتابعش؟ انا بتابع. حبيبي يا شريف، اخبارك ايه؟ طمنا. كله تمام يا كابتن الحمد لله. والله الحمد لله، الحاله الصحيه، الحاله المعنويه، ما فيش اصابات، ما فيش اي حاجه الحمد لله. لا انا بقالي فتره ومصاب وخلاص يعني، ان شاء الله قدام اسبوعين وارجع ان شاء الله. راجع القائمه الماتش اللي جاي ان شاء الله بعد التوقف الدوري ده، ولا لسه كمان مباراه يعني ولا ايه؟ لا لا انا لسه مباراتين ثلاثه كده ولا حاجه. تغيير المدربين فرق معاك في حاجه يا شريف؟ لا خالص، هو كل مدرب يا كابتن انت عارف بيبقى ليه طريقته وليه اسلوبه فاهم؟ وانا يعني الحمد لله بتحاول اتاقلم على اي طريقه. طب قول لي الدنيا عامله ايه معاك؟ يعني اللي كنت بتحلم بيه حصل في الدوري السعودي ولا ما حصلش؟ لا يا كابتن والله، هو يعني هو الدوري هنا انت عارف طبعا الدوري هنا قوي جدا، والدوري بصراحه يعني ممتع ولذيذ. الفرق كلها يمكن باستثناء الاربع فرق الكبار، الفرق كلها اللي تحت شبه بعضها كلها. نعم. ممكن تكسب ماتش بره عادي جدا، فرقه جامده تيجي تخسر هنا من فرقه اقل منك شويه. ففي تنافس قوي يعني، والدوري قوي يعني جدا يعني. طيب يعني شايف انه التنافس في الدوري السعودي اصعب شويه من التنافس في الدوري المصري؟ كابتن مش انا بس اللي شايف يعني، اكيد الناس كلها شايفه ان الدوري، شايف الدوري بقى يعني كل فرقه عندها 8 محترفين و8 محترفين بيبقوا دايما جامدين، بيجيبوا لعيبه من اوروبا، حتى اللعيبه مثلا اللي بيجيبوها من افريقيا بيجيبوا احسن لعيبه. نعم. فاكيد طبعا يعني انت بتشوف كده الملاعب، الاجواء، كل حاجه هنا يعني بصراحه مختلفه. انت عندك يمكن في مصر محترفين اقل شويه، لكن هنا 8، فهنا الدنيا طبعا يعني الدوري قوي جدا. الفترة الأخيرة بالذات أنت ديك شايف يا كابتن يعني في كلام كتير عن الدوري السعودي يعني أكتر من قبل كده يعني. نعم طبعا طبعا، لا دوري مسمع ودوري كبير ودوري رائع، ما حدش يقدر يتكلم. دوري صعب يعني. نعم ودوري صعب بالتأكيد يعني.
ما اعرفش انت فاتح التلفزيون بتتفرج ولا لا، وعاملين نعرض اهدافك. ما وحشتكش ما وحشتكش الاهداف؟ يعني عاملين نجيب اهداف شريف 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 والاهداف والقصه والاهداف الكتيره اللي في الزمالك وهداف الدوري ما وحشكش الجو ده يا عم شريف ولا ايه؟ قول لي بقى. اكيد يا كابتن، اكيد 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 طبعا اكيد. الواحد يعني انت عارف ان الواحد لما يكون في الملعب كمان بيحب يجيب اجوان وكده، اكيد مبسوط يعني. طبعا. هو ايه اغلى 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 جون عند محمد شريف سجله مع النادي الاهلي؟ انا كابتن مش عارف، ممكن تقول ثلاثه، ممكن تقول ثلاثه. لا قلت ان هم جوان كتير يعني، يعني جوان كتير كويسه انا بحبها. يعني كان بحب قلت نهضه التركان، كنت بحب الجون ده جدا. بحب بحب الجون الثالث في الزمالك ماتش ثلاثة. ده برضو من الجوان اللي بحبها. وفي جون كمان بحبه جدا، يمكن هو مش حاسه مش واخد حقه شويه، جون في المقصه اللي جبته بدماغي يعني. كان بالنسبه لي الجون ده كان صعب جدا، كان بقى لي فتره ما بجيبش جون بدماغي. فجبت جون بدماغي وجبته بطريقه كويسه كمان يعني. فكان الجون برضه انا حاسه جون كويس ومظلوم شويه معايا انا كمان، انا ناسيه كمان. ايوه. اعتقد كمان كان في هدف في كايزر شيفز في نهائي افريقيا كان حلو يا شريف. ما انا بقول لك يا كابتن، ما انت كل ثلاثه هم كتير. هل ما يتداول ما يتم تداوله ان هناك احتماليه لعوده شريف للنادي الاهلي في يناير؟ هل الكلام ده صحيح؟ بص يا كابتن، والله انا يعني انا عقد عندي عقد هنا سنه، ممكن انا في يناير اخش الفتره الحره. نعم. الناس هنا بصراحه يعني كويسين معايا وانا بحترمهم طبعا، وانا زي ما قلت لك يا كابتن انا ملتزم بعقدي معاهم لحد لما نشوف الدنيا هتمشي ايه لحد الشهر واحد، انا ما اعرفش بكره في ايه. فانا زي ما قلت لك انا مركز دلوقتي مع الفريق اللي انا متواجد معاه، لان انا دايما بحترم المكان اللي انا بلعب فيه. نعم ده صحيح. بس دايما برضو بيتردد اسماء انديه، تردد اسم الزمالك كتير. أكيد اسمع بس، استنى ما تاخدنيش في دوكا، اسمع بس. انا هسمعك. بسمع الزمالك، بسمع عن بيراميدز، احكي لنا شويه يا كابتن. ما انت دلوقتي انت عايز لك خلاص شهرين تخش فتره حره، فطبيعي هيكون في كلام وطبيعي في عروض عند وكيل ده اكيد. بس زي ما قلت لك هو ممكن ما بيشغلنيش او ما بيقوليش، بس هو ممكن يكون بيلمح لي ان اكيد في انديه كتير كلمته من بره مصر ومن جوه مصر. فهو زي ما قلت لك هو مش عايز يعني يشغلني شويه. بس وانت مش عايز تشتغل؟ انا قلت لك يا كابتن انا مركز دلوقتي. ايوه، ما انا ايه يعني ممكن اقول لك صحيح انا ايه مشغول البال وشاغلني، لكن مين اللي شغلك؟ ما هو ده المهم برضه. انت مشغول بمين يعني؟ لو بصيت تلاقي لسه السنه طويله، فاهم؟ لسه احنا لسه بنقول يا هادي، هو يناير اللي قريب كل حاجه اللي انت ممكن يعني اكيد في كلام. انت عارف لما يكون في فتره حره بتكون انت كمان مش مكلف للنادي، اي نادي يجيبك. صحيح. مكلف كلاعب فري. فطبيعي لو انت في العادي عندك عرض، فانت لما بتكون فري اكيد بيبقى عندك اكتر من عرض، فاهم؟ لسه عند قولك اللي قلته معايا انه الجنيه في الاهلي ب 10. طبعا. لا مش طالعة المرة دي، طالعة مقلقة. مش ليه ليه؟ لا 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 خالص، الله يكرمك. والله لا لا انت عارف يعني. لسه يعني انت اكتر حد عارف يعني. ها؟ انا اكتر حد عارف طبعا، لكنه انت الأولوية دائما وابدا للنادي الاهلي يا شريف؟ اكيد طبعا، اكيد 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 طبعا. بتتواصل مع ديانج؟ ديانج كان معايا هنا من 10 ايام. كنا قاعدين انا وهو هنا، كان عنده ماتش مع فرقتي بس مش بلعب انا طبعا، فبعد الماتش خرجنا انا وهو يعني. ديانج جميل. انا كنت اصلا بقعد معاه في الاوضه يعني، اخر سنه ليا في الاهلي كنا بنقعد انا وهو في الاوضه يعني مع بعض. شايف السوبر المصري عامل ازاي؟ اهلي سيراميكا، زمالك، بيراميدز. بص يا كابتن، هو دايما السوبر هيبقى صعب. اول ماتش مش النهائي على فكره. نعم، اول ماتش. المشكله اول بالظبط اول ماتش، لان ممكن واحد يفكر في الماتش الثاني قبل الاولاني. يفكر انا هلاعب بيراميدز، هلاعب الزمالك. فلا، فهو الصعوبة الماتش الجاي. انت لو اتخطيت الماتش الجاي تبتدي تحضر بقى براحتك للنهائي. لكن شايف البطولة صعبة على الفرق الأربعة؟ صعبة، خصوصا ان انت لسه خسران بطولة. فطبيعي ان انت هتبقى عندك ضغط أكبر، اللي انت لازم تحقق البطولة دي والمطالب اللي انت تحققها، ومش هينفع تفقدها أصلا. نعم. شفت أسامة أبو علي ازاي؟ يمكن هو ما شاء الله يعني بدايته كويسة جدا. بتمنى له طبعا التوفيق طبعا الفتره اللي جايه، وان شاء الله يكمل على كده باذن الله. خلينا نتكلم بصراحه شويه، هل الاسباب اللي خلتك ترحل على النادي الاهلي وانت طلبت عايز تلعب اكتر و و و
غير طبعا في مقابل مادي رائع، هل الاسباب اللي خليتك ترحل ما زالت موجوده ولا الامور اتغيرت؟ لا يا كابتن، هو انا قلت لك انا مشيت مش عشان خاطر الموضوع المادي خالص، انا مشيت اللي انا مش كنت حابب اللي انا العب اكتر. اه طبعا بالظبط، انا كنت حابب، انا يمكن انا اخر فتره ليا كانت في النادي ما كانش احسن حاجه، رغم كده انت اكيد عارف ان كنت هداف الفرقه وهداف مظبوط بنفس هداف الدوري وانا ما بلعبش كتير. مظبوط صحيح. فبالنسبه لي يعني كنت حاسس ان انا يعني ممكن اطلع افضل الفتره دي، اطلع وانت مفنش كويس، تطلع وانت هداف الفرقه احسن ما تلاقي نفسك انت مش مستفيد حاجه وما بتلعبش، وانا دايما بحب المكان اللي انا اكون فيه ابقى ليا دور. ده صحيح. يعني مش بحب ان انا اقعد وخلاص مبسوط بعادتي، لا لا، لان انا من جوايا شخص غيور جدا، فاهم؟ انا من جوايا مش، لا انا النهارده مثلا لو ما جبتش جون يا كابتن انا على اللي بيحصل في البيت عندي. نعم صحيح. سواد وكآبه. لا بحب دايما اللي انا اجيب، ما بشبعش، بحب اللي انا اجيب تاني وكده. فبالنسبه لي كنت حابب ان انا العب، اطلع العب، لان انا كنت حاسس ان انا ماليش دور، وقلت ممكن ده الوقت المناسب اللي انت لان انا فنشت كويس يعني الفتره الاخيره قبل الدوري ما خلص، فنشت كويس، قلت يمكن هي دي، ممكن ربنا بعت لك رساله اللي انت فنشت كويس فاطلع في الوقت ده. صحيح. هل حصل اي تواصل من النادي الاهلي معاك يا شريف؟ لا خالص، انا خالص، لكن انديه اخرى تواصلت مع الوكيل بتاعك. بالظبط كده. لكن احنا مستنيينك في النادي الاهلي يا شريف. ان شاء الله كابتن. ان شاء الله. محمد شريف نجم النادي الاهلي ولاعب نادي الخليج السعودي، بشكرك شكرا جزيلا الحقيقه، وانا من اللعيبه المهمين بالنسبه لي محمد شريف الحقيقه. اديكم بعض الاخبار السريعه، حسام اشرف لاعب نادي الزمالك عنده عروض من امبي وبيراميدز، لعيبه على فكره برضو من اللعيبه الجيدين، لسه طبعا هيبقى راي الراجل المدرب يعني جوزيه جوميز. ايمن الرمادي بيجهز حسين السيد لمواجهه الاهلي في السوبر المحلي. حسين السيد انضم من النادي المصري ومن اللعيبه الجيدين جدا، كانت في صفقه انتقال حر يعني، والكابتن ايمن عامل له برنامج خاص يعني. كابتن علي ماهر حرص على التواصل مع خالد صبحي المنتقل حديثا الى النادي المصري بعد ما اصيب في مباراه مصر وموريتانيا، عنده اصابه على مستوى السمانه، ان شاء الله يعدي على خير باذن الله وتبقى اصابه سريعه يعني. بعد ما الكلام كان كتير عن كابتن حسام البدري وانه هيكون في شباب بوليزداد، وقلت لكم هنا انه حسام مش مفضل كده، وحسام عايز يبدا يدرب في مصر من جديد. نادي شباب بوليزداد اتفق مع المدرب عبد القادر عمراني، هيبقى هو المدرب، ورئيس النادي السيد مهدي ربحي التقى معاه وجرى الاتفاق على كل التفاصيل، وكان دربه قبل كده حكام تونس انهوا الاضراب وعادوا للملاعب بعد الاتفاق على تسويه الامور الماليه. معايا صوت بتحبوه، وانا شخصيا يعني كرجل ليا في الكوره او كرجل كنت معلق وفي البرامج الرياضيه، في اصوات كتيره جدا محببه عربيه لينا، منهم هذا الصوت الجميل الحقيقه، لانه فرض نفسه على الساحه بموهبته بادائه بتعليقاته بتفرده في الحقيقه امور كثيره وامور جيده جدا. خلينا نرحب بالمعلق العربي الكبير فارس عوض. فارس مساء الفل عليك. مساء النور والسرور، شكرا جزيلا على ترحيبك، شكرا جزيلا على كلماتك حبيبي. سعيد جدا بالتواصل معك كابتن من خلال برنامجك، ومتابعة هذا البرنامج من خلال شريحة كبيرة جدا من المتابعين والجماهير في كل أنحاء مصر وخارج مصر، وأتمنى أن تكون مداخلتي يعني خفيفة ظريفة، وأرجع مرة ثانية أقول لك شكرا جزيلا ساتشو. ده إحنا اللي بنشكرك يا فارس والله، ويعني أنا بقول لك فارس لأنه بحكم أنك شقيقي الصغير يعني، وكلنا يعني مش عايز اقول لك استاذ فارس وبتبقى صعبه شويه، فاسمح لي ان انا ارفع الكلفه بعد اذنك يعني. ابدا ابدا. الله يخليك أبداً يعني. انا واصل لي كل شعورك، واصل لي ابدا اكثر مما تتخيل. ربنا يخليك يا رب. تكلف وبدون اي شيء، بالعكس والله متشرف يا كابتن. فارس الان تتابع الاحداث عبر الشاشات المختلفه و بتشجينا بصوتك الرائع. أسألك الأول عن الحدث اللي هتستضيفه الإمارات خلال أيام، السوبر المصري الذي يجمع ما بين الأهلي وسيراميكا في مباراة والزمالك وبيراميدز في مباراة، كمتابع كمحب كمعلق كيف ترى هذه البطولة، وخصوصا أنه
اصبحت العاده انها تبقى على ارض دوله الامارات. طبعا احنا ما نبالغ لما نقول لك ان احنا فعلا محظوظين دائما باستضافتنا لهذا الحدث. محظوظين اولا بقيمه هذا الحدث، بمكانه هذا الحدث. نعم. لكن محظوظين بشكل اكبر بالعلاقه الكبيره جدا بين البلدين، بين الشعبين، بين الحكومتين. نعم. العلاقه الكبيره. نعم. جدا الممتده لسنوات طويله جدا. ما نبالغ لما نقول ان في شيء في 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 الامارات وان شعب الامارات محبين حقيقيين لكل ما يعني مصر وما ينتمي لمصر ولكل الشعب المصري. كل نجاح لكم يسعدنا على المستوى الرياضي وغير الرياضي. بما ان احنا اعلاميين متخصصين في الجانب الرياضي، لا شك بان السنوات الماضيه اللي كان فيها استضافه السوبر المصري كانت تعطي زخم كبير جدا جماهيري، اتاحت بشكل كبير حتى لجماهير الفريقين. نعم. ان نشاهد قمم بحضور جماهيري افتقدناه يمكن. صحيح. في السنوات. صحيح. الماضيه لظروف نجاح تنظيمي اثبت كم هذه القيمه الكبيره لهذه القمه اللي تستحقها، وشاهدنا هذا الامر حتى في المملكه العربيه السعوديه ايضا في نعم نعم في 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 استضافات اخرى، وشاهدنا كم الجمهور المصري دائما متفاعل، دائما عاشق، دائما محب في كل مكان. انا في وجهه نظري بدون مبالغه لو اقيم هذا السوبر المصري في اي بلد في العالم سينتح جماهيريا. الله. في اي بلد في, في اي مكان جمهور كبير ينتظر ومحبين. نعم. وعاشقين يعني ينتمون للفريقين وينتمون لل طبعا الفتره الماضيه في مجلس ابو ظبي الرياضي. نعم. كانت ايضا فكره ايضا جميله بتوسعه المساله الى اربعه فرق، اضافه فرق اخرى ايضا انها تتواجد، ان الناس تعرفها ايضا، انه يكون لها ايضا فرصه انها ممكن توصل للنهائي او توصل للقب. هذا امر لا شك بانه يسعدنا جدا، ويمكن هذه السنه السادسه او 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 السنه السابعه. نعم. نتمنى جدا هذه المساله انها تستمر. الامر ايضا كان فيه مبادله لو تتذكر كابتن شوبير، اقمنا سوبرين عندكم في مصر. حصل. سوبر اماراتي. نعم. كان بين الجزيره والاهلي وكان. نعم. بين العين والوحده، وحظيوا بنجاح كبير غير عادي، حظيوا بجماهير ايضا مصريه حضرت. نعم. اضافت زخم كبير للحدث الكروي. واعتقد ان مثل هذه الاحداث بالذات في بطوله مثل السوبر جميل جدا ان نشوفها عربيا. نعم. سواء الاقطاب مثلا في المغرب. نعم. الاقطاب في السودان، الاقطاب في الجزائر، في مختلف الدول ممكن تكون فيها افكار مشابهه وجميله. اعتقد ان الرياضه من خلالها يتم فيها فرصه كبير للتعبير عن محبه الشعوب لبعضها البعض، محبه الانديه. أكيد. محبه التقاء الاعلاميين. نعم. مداخلتنا اليوم مع حضرتك، حجم كبير من الاعلاميين المصريين يكونون موجودين اثناء السوبر، فتح لنا فرصه اللقاء فيهم ايضا. عايز اسالك عن مباراه طرفها فريق مصري وتعليق شغل العالم كله، ويعني كان حديث الناس كله لا ينسى فارس عوض. يعني فكرني. لا انت ماليش دعوه، انت اللي تقول لي ماليش دعوه. يعني انا علقت السوبر المصري. ايوه. كنت محظوظ بتعليق السوبر المصري مرتين. ايوه. اوكي. في مره كسب الاهلي. خلينا في المره اللي كسب فيها الاهلي. بس احنا بالنسبه لنا المره اللي كسب فيها الاهلي بس، مش فاكرين المره الثانيه. يا كابتن. لا انا مالي. كابتن انا بقول لك على حاجه. قول لي. طيب. طيب. انا فاهم عرفت. ايوه. عارف هتوديني فين. مش حرقة عطشان صدقني. لا 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 انا لا بالعكس انا مش عايز احرقك. بالعكس انا بقول لك من خلال مداخلتي عاوز اوصل رساله بسيطه. اتفضل. احنا عندنا في 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 الدوريات العربيه. والله انا ما بتكلمش عن سوبر مصري بشكل خاص، اتكلم بشكل عام. نعم. في الدوريات العربيه كابتن
وفي الدول والبطولات او المسابقات العربيه. دائما احنا كاعلاميين نشعر احيانا بانه في جزء من التعصب اكثر بكثير من لما نتواجد وبنعلق مثلا صحيح. على دوريات اوروبيه او احداث اوروبيه، وانت يمكن لمست هذا نعم. من خلال عملك، واحيانا يكون في نوع شوي من الاحتقان المبالغ فيه بالتوقيت. ولذلك انا اشوف ان الجماهير العربيه احيانا البعض منها ان كنت سيء فهو بينتقدك لانك سيء، نعم، وان كنت جيد فهو بيصنفك انك ايوه للاسف الشديد ايوه معك حق والله، ما بتبقاش عارف تعمل ايه يعني. يعني الجيد يتم انتقاده، الجيد يتم تصنيفه عشان عشان شغلانه صعبه. انا هنستمتع بيك في الفاينل، مش عايز اعرف فين بالظبط، لكن اكيد مش في الفاينل، هنستمتع بيك في السوبر ان شاء الله. انا ان شاء الله اكثر، وانتظر باذن الله هذه المناسبه، وباذن الله من الجماهير تستمتع بشكل كبير جدا بالتغذيه. فارس عوض المعلق العربي الشهير والكبير، بشكرك شكرا جزيلا، واترككم مع حاجه بصوت فارس عوض، واطلع لفاصل. بعد الفاصل لقاء انا مستنيه من زمان مع النجم الموهوب، واسم على مسمى على ميهوب. كابتن علاء ميهوب واحد من نجوم الأهلي التاريخيين، مسيرة كبيرة ومشوار طويل في الملعب وبره الملعب، وفيه ما فيه من صولات وجولات وبطولات وتتويجات شكلت أجمل ألبوم ذكريات. الشيك الأنيق، مايسترو وسط الملعب الهداف اللي أهدافه كانت بنفس نكهة شياكته وأنقته، وإذا كان فيه لاعبين متميزين بيسجلوا أهداف جميلة، فعلاء ميهوب هو مؤسس كلية الفنون التهديفية الجميلة. ميهوب والأهلي علاقة أزلية زي السمك والمية، ومهما يروح هنا أو هناك تلاقي اللي ساكن قلبه أهلي، ما هو أصل كرات الأهلي في دمه بتجري. علاء ميهوب، علاء ميهوب، هو جول، هو جول، الجول الأول للنادي الأهلي في الدقيقة 44 من الشوط الثاني. بكده اقدر اقول على الدقيقه اللي باقيه زائد الوقت الضايع ان في وقت اضافي مدته نص ساعه على شوطين. ماشي اسامه عرابي بيلعب كره حلوه لعلاء ميهوب، ودخل عليه ميهوب، جول 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 جول، الجول الاول للنادي الاهلي علاء ميهوب. يلعبها وفر عاليه على طول بدماغه، الجول الخامس مصطفى، الجول الثالث ايمن يونس، حط كرة جميلة، الجوز لعب كرة عليها لعب على ميهوب، جول بيجيب الجول الأول، على ميهوب بيجيب الجول الأول، لعب عالية، جول جول جول، الجول الثاني للنادي الأهلي. شفت عظمة كده وجمال كده وحلاوة كده بجد والله، احنا في الملعب كنا بنستمتع بيه، بنستمتع بجد يعني. ويا سلام بقى لما الغزاله تبقى رايقه، وال يعني هو الغزاله رايقه من قبل ما تتغنى ب 500 سنه يعني، حاجه جميله، حاجه في كره القدم بصراحه، حرفنه ومهاره وشياكه واناقه ومتعه، جيل كله على بعضه بصراحه، جيل حلو كعاده النادي الاهلي، اجيال بتسلم بعض، لكن يبقى علاء ميهوب واحد من اجمل من لمس كره القدم في مصر. علاء مساء الفل. مساء الفل. هقول لك بقى لا كابتن ولا تقول لي كابتن ايه؟ لا انا المفروض بقول لك ايه، المفروض امشي ايوه بعد التقرير والكلام بتاعك ده. لا فيصل الحلقه كده، فيصل ما فيصل ما دلع والكلام انا بقول لك الكلام والكلام انت كاتبه لي كده، فيصل دلعني كده الحلقه تمام.
طيب. انا الحلقه خلصت من قبل ما اجي، نورتنا يا كابتن علاء، انا متشكر جدا. الله يخليك يا احمد، اشوفك بقى. ازيك علاء؟ الحمد لله يا احمد، ربنا يخليك. انت كمان والله، كله اخبارك ايه؟ كله حلو الحمد لله في نعمه. احكي لي شويه بتعمل ايه؟ ما بعملش حاجه. قبل اي حاجه طبعا انا واحد من الناس المبسوط جدا ان انت موجود في قناه الاهلي حبيبي. ربنا والله انك انت احمد انت اضافه لاي قناه اهلي او غير قناه اهلي، انت اضافه في اي حته، ودي شهاده لازم الواحد يقولها. ربنا يكرمك. يكره بقى من يكره، يحب من يحب، لكن في حاجه اسمها احمد شوبير في المكان ده اضافه لاي مكان. تسلم على منور قناه الاهلي وقناه الاهلي منوره بيك. الله ربنا يخليك يا احمد. ما فيش، ما عملش حاجه بعد مودرن فيوتشر، ما فيش حاجه لسه. كلها حاجات كده ببقى في القنوات، لكن ما فيش حاجه لسه رسمي يعني، ما فيش حاجه ثابته يعني. بس النقله من مدرب الى مدير كوره الى مدير رياضي، ثم شكرا. وانا عارف انت اللي قدمت اعتذار في مودرن يعني. حبيتها ولا تجربه المدير الرياضي ما كانتش تستويك من الاصل؟ كنت قلقان من موضوع مدير الكوره يا احمد. لان جات لي فجاه مكالمه تليفون. طب جرب، ما كانش في دماغي وليد. دكتور وليد دابس طبعا. ما كانش في دماغي خالص، لكن وافقت ورحت وقابلت دكتور وليد طبعا. الراجل حاجه جميله جدا. طبعا يعني. ودخلت التجربه الحمد لله، لقيت الموضوع سهل جدا. هي في الاخر انت في المجال اللي انت بتحبه. انت في مجال الكوره بتتعامل مع لعيب الكوره، والحمد لله انت يعني طول عمرك في المجال ده، فعارف بعرف اتعامل مع لعيب الكوره الحمد لله كويس، لما اكون نجم او اكون لعيب صغير او او او. فلقيت تجربه حلوه، انا عجبتني الحمد لله. كل المدربين اللي اشتغلت معاهم، انا اول واحد بدات معاه كان البرتغالي كويس، وبعدين جه كابتن حسام حسن وابراهيم، بعدين راحوا للمنتخب، وبعدين جه كابتن تامر. انا مستمر معه الى ان جه كابتن طلعت يوسف. يعني كابتن طلعت يوسف لما دكتور وليد سالني على كابتن طلعت، انا ما عمري اتعاملت معاه، لكن الشهاده اللي اتكلمت عنه كويس. طبعا لا طبعا مدير فني كويس جدا وعنده خبرات طويله، وي 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 وان شاء الله ممكن يبقى كويس معانا. كويس. كابتن طلعت جه قال انا مش عايز مدير كوره. يعني الحته بتاعتي كويس. انا بحب اعتمد على نفسي، انا على غرفه الملابس واللعيبه وكده وخلاص تمام. دكتور وليد دايما كان متمسك بيا في المكان ده يعني. حتى لما جه حسام وابراهيم، ابراهيم مع حسام على طول. فقال لهم، هم حسام وابراهيم بالامانه يا احمد، قال لهم بص يا دكتور، لازم كابتن علاء موجود معانا، ما ينفعش. فكنت ايه موجود معاهم كمدير رياضي، وعلى طول مكمل معاهم في كل حاجه. الكابتن طلعت، انا حسيت يا احمد ان هو مش عايز لعيب كوره حواليه الفريق. فلوحدي كده رحت يعني اعتذرت، لان انا رايح مكان يشتغل فيه ما اشتغلش. انا مش رايح عشان اخد اقضي اخر الشهر وامشي. مش انا يعني عامه. لكن انا بحب اما اروح مكان، انا بحب مكان اشتغل فيه. فبهدوء خالص رحت خلصت الموضوع ورحت مشيت. بس بعلاقه طيبه. لا طبعا طبعا الحمد لله الحمد لله. لا لا لا. يبقى علاء ما يهب دائما وابدا المدرب، يعني لانه مشوارك مع النادي الاهلي من صغرك يعني. أكيد. يعني من ساعه اعتزالك، وهنتكلم في الحواديت دي كلها. لكن علاء ميهوب المدرب شايف انه خد حقه يعني؟ حاسس ان الكره ابتسمت لك كمدرب يعني؟ انت ضربت منتخب الشباب، كنت في جهاز الفريق الاول. لا, لا. ده انت اجابه قاطعه. ايه لا بقى؟ لا لا كل حاجه ما بكملش فيها. يعني خصوصا في موضوع تبقى مدير فني الفريق دي. في حاجه دايما بتحصل ما بتكملش يعني. يعني مثلا المنتخب الشباب عملت فريق يعني الحمد لله، ببقى سعيد جدا انا بشوفهم دلوقتي. زي مين بقى؟ كلهم بيلعبوا فريق اول في انديتهم، يا اما محترفين بره يعني. ابتداء من النادي الاهلي، محمد هاني، كريم ندبت، رمضان صبحي، ناصر ماهر، زيزو كان لسه في البرتغال، انا اللي جبته اول واحد لعب معايا منتخب مصر كويس. كان في مين تاني؟ كريم حافظ، خالد صبحي. فانت والله دي كانت فرقتي. يعني وعمر الوحش يعني، كان نص ملعب عمر الوحش وكريم وناصر ماهر، دول الثلاثه كانوا نص ملعب. عملت سافرت تونس وعملت ماتشات وديه، كسبت تونس في تونس 3 وبعدين 1-0. التصفيات بدات السودان، في السودان كسبت 3-0 في السودان. لدرجه ان وانا احنا راجعين في المطار، الضابط بتاع الجوازات بيقول لي 3-0 ازاي يا علاء؟ والله يا احمد زي ما بحكي لك كده، لان كان منتخب ما شاء الله عليه. جينا هنا الماتش الثاني اسكندريه كسبنا 2-0. بعدها حصل بقى بعض المشاكل، فوجئت ان انا بره. لا مش انت لعبت الماتش اللي بعديه؟ لعبت السودان بس 2-0. إيه خرجوا بعد كده. مسك ياسر رضوان. ياسر رضوان مسك كمل. بعدين ما حصلش نصيب. هل عندك الشجاعه
ان تقولي ايه المشاكل اللي حصلت. انا يا احمد في دايما في حد ما بيحبش اسلوبي. يعني دايما بتلاقي حد بيفرض عليك حاجه، انا ما بحبش حد يفرض عليا حاجه. انت مالك زمالك مش شغلك يعني. مش مش طبع ده طبيعي يعني. مش طبع بيدير شغله بنفسه. مش طبع مش طبع يا احمد يعني. ممكن في ناس بتقبل، انا ما بقى انا مش بقبل كده. انا وانا عندي 13 سنه في نادي خلاص شارب كل حاجه من النادي ده، من النادي الاهلي شارب كل حاجه من النادي الاهلي. لما بتبقى بتشتغل في حته بتعمل اللي مطلوب منك وبعدين في الاخر بتتحاسب. مفيش حد بيدخل في شغلك خالص يا احمد. كان مين اتحاد الكوره في الوقت ده؟ على كان حاج محمود الشامي هو اللي كان مسؤول معايا على المنتخب، كان مشرف على المنتخب. كان مشرف على المنتخب. كابتن فاروق جعفر كان ماسك هو تقريبا مدير فني، مدير فني تقريبا. المنتخب. بس بعد المشاكل كده الاتحاد بيمشي الاتحاد. كابتن كابتن مع كابتن فاروق، فعرفت ان ايه لا مش هكمل. خلاص رحت كالعاده بعيد بعيد. بس ما حصلش المنتخب كامل. يعني كان يوسف اوباما كان موجود في المنتخب معاك كمان. انا بس بفتكر كانش في مشاكل معينه، كان في بعض اللعيبه هو يعني بعض الناس عايزين يخشوا في الموضوع اللعيبه ده. انا ما بحبش اختيارات اللعيبه. اختيارات اللعيبه انا انا المسؤول. انا مسؤول عن اختيار اللعيبه. واللعيبه دي عشان اختارها يعني كنت انا وكابتن ياسر رضوان عشان ما نخسرش حقه. كان مساعد ليك ساعتها؟ كان مساعد ليا. وصعد بعديك. وصعد كمل هو بعديا، لكن يعني هو كان ماتش واحد وبعدين ما كملوش المنتخب ده. اللي كان مضايقني ان المنتخب ده يعني كان المفروض هيكمل للاخر يا احمد. منتخب ممتاز. انا بقول بص بقول لك الاسامي انت مستغرب الناس عامله ازاي. طبعا انا والله ناسيها خالص يعني. عمر رضوان كمان كان حارس المرمى اساسي والله يعني. فانت بتتكلم في ناس يعني الوقت كلهم بقول لك انا مبسوط ان هم كلهم دلوقتي بيلعبوا فريق اهو. حاسس ان دي اكبر فرصه خسرها علاء ميهوب؟ لان كان عندي كانت في فرصه كويسه مع المنتخب ده. كنت ممكن تعمل حاجه، تعمل شغل كويس معاه. بتزعل من الاشاعات اللي بتطلع عليك بقى وانت ماشي من منتخب او انت ماشي من فرقه ولا حاجه؟ ما باخدش بالي منها. لا نتكلم اتكلم. ما بحبش اصل اللي بيتكلم يعني اللي بيطلع كلمه يتكلم. لو انا اتكلمت ورديت ويب هعمل موضوع من لا موضوع. انا ما بحبش كده. بس احيانا الواحد اللي بيبقى عنده اتهام معين لا ما لازم لا اقف بقى ما ينفعش بقى يعني. اما حد يجي يتهمني يجي يتهمني في وشي. لان اللي بيتهمني ما اجي مثلا اكلمه يقول لي انا عمري ما قلت عليك حاجه. خلاص انا بالنسبه لي خلاص. وما بيصرحش بنفسه يعني. ما بيصرحش لا عارف الحاجه اللي تتزق كده اللي يعني عشان هو علاء مش عشان كذا. ايه اصعب اتهام واجه علاء ميهوب؟ لا مفيش اتهام معين. يعني مثلا لو مشيت بترسانه انك بتعامل اللعيبه وحش. هو طبعا ده مش ده الاساس. الاساس ان انا كنت فاصل الفريق خالص عن كل بتوع مجلس الاداره. ودي بالنسبه لهم حاجه مش كويسه. بس هم زعلوا ان البدايه النتائج ما كانتش نتائج جيد. المباراه مع السويس باين مع السويس يعني. هل انت متخيل تخسر مباراه في بدايه مشوارك تخرج يعني الناس تمشيك يبقى في النية مبايتة. الموضوع باين يا احمد. طبيعي يعني ما اصبرش عليك ماتش 2 3 لا. بس انت عشان انا كنت انا عارف. ما انت كنت موجود معانا يعني. انا عارف. فهم الناس قالوا لك اختار الجهاز اللي انت عايزه اعمل اللي انت عايزه وادوا لك الحريه الكامله يعني. ليه ما عملتش كده يعني؟ ليه ما اخترتش؟ ليه ما قررتش؟ ما بطعنش في حد على الاطلاق على فكره، لكنه هل شايف انه كان من الافضل انت تعمل كده ولا جهازك كان هو افضل جهاز في التوقيت ده؟ انا جهازي انا اللي مقتنع بيه. يعني جهازي انا مقتنع بالجهاز ده. لان مش 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 يعني جبت ناس. ما انا مش اجيب كلهم ناس من بره احمد. ما فيش حد يعرف اللعيبه بتاعه ترسانه او اجواء نادي ترسانه. فكان الطبيعي ان اخلي حد منه ترسانه. وعلى فكره عشان الناس اللي كانت موجوده معايا في الجهاز يعني اظن طبعا ان هم لا ناس كويسه جدا. جدا ما فيش حد عمل حاجه خالص. كلهم كانوا متعاونين معاك يعني لاقصى درجه يعني. ناس محترمه جدا وطيبين جدا وبتوع شغل وكل حاجه. لكن زي ما بقول لك انا دايما حاجه بتحصل لك كده غريب. عشان كده بقول لك انا في موضوع التدريب ده بتحصل لك مش حاجه محظوظ. مش محظوظ. طب ما انت كنت في الجهاز الفني بتاع الفريق الاول والناس كانت بتحبك يعني. يعني مانويل جوزيه وكان كابتن مختار جه وكابتن حسام البدري وعلاء ميهوب وفكرني طبعا وجه بعد كده محمد يوسف يعني. طب انت مشيت ليه؟ ما كانوا بيحبوك في النادي الاهلي والدنيا كانت ماشيه. لا دي ما اعرفهاش. ما تعرف يعني هم مشوك ولا انت اللي مشيت؟ لا ما تعرفهاش. لا ما مشينا مع الجهاز كله. كابتن حسام لما قدم استقالته الجهاز كله مشي. فجي سيد عبد الحفيظ جه جهاز تاني خالص. بس يعني انت مش انا مشيت لان كابتن حسام بعد مباراه اسماعيلي. ايوه اسماعيليه خسرناها 3 باين تقريبا. يعني قدم استقالته. فطبيعي ان الجهاز كله يمشي.
لو انا عايز اكمل او النادي شايف ان انا ممكن اكمل مع الجهاز الجديد أيوه. تمام لكن هم وقتها شافوا ان لا الجهاز كله يمشي فطبعا كل الاحترام ومشيت سهله يعني ما مش حكايه ان انا قصرت في حاجه بالعكس انا قاعد مع مثلا مع مستر جوزيه خمس سنين اشتغلت مع جوزيه كابتن جوزيه وكابتن حسام وكان كنت انا المدرب العام وجي معاك كمان اسامه عرابي اسامه عرابي انا جيت مكان اسامه والله اسامه كان قبلي كان طلع قبلي بعدين راح درب باين بعدين فحتى اسامه كلمني قبلها قال لي انا بفكر ان انا هاخد بقى تجربه لوحدي ايه رايك لما تيجي في الجهاز وكده تقول لي يا ريت مفيش مشكله المهم حسام البدري حتى هو اللي حسم الامر قال علاء موجود معانا مع الفريق او استمريت مع مستر جوزيه خمس سنين. حلو. ومع كابتن حسام سنه لكن بعد كده النتائج ما اسعفتش كابتن حسام فهو ما قدرش راح قدم استقالته بعدها خلاص بالنسبه للنادي الاهلي بس حسام رجع بعد كده ما جابش علاء لا جاب احمد ايوب ليه مع ان علاقتك بحسام كانت جيده وما زلت حلو حلو جميل ليه ما هو ده احمد ايوب مدرب هايل طبعا ما هو بص 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 يا كابتن احمد هو ليه دي بتبقى عند اللي بيختار نعم انا يعني انا لو كابتن حسام البدري جاي يبقى علاء اكيد هيجي معاه حسام ولا اداره النادي حسام هو اللي بيختار جهازه تمام النادي الاهلي بيجيب المدير الفني يعني مثلا احمد انت المدير الفني هات جهازك لكن ما افرضش عليك حد عشان كده بقول لك انا متعود على الشغل ده متعود ان انا باجي انا عايز مثلا احمد حاضر حاضر مش ما تاخد فلان لا ما تاخد فلان دي مش موجوده في النادي الاهلي وانت اكيد اضرب الحاجات دي فلما جه حسام جاب احمد ايوب فطبعا خلاص هو يعني كابتن حسام شايف ان احمد ايوب هو اللي موجود معاه الفتره دي فطبعا كل احترام لكابتن حسام وقضى الفتره بتاعت النادي الاهلي مع احمد ايوب كلمك بصراحه شويه اتفضل يعني يقال انه علاء مايوب يا اما امسك في الجهاز الفني بتاع الفريق الاول يا اما ما امسكش واتعرض عليه اكتر من مره اكتر من منصب وانه اعتذر صحه هذا الكلام لا خالص ما قالكش امسك في الاداره الفنيه ما قالكش امسك في لجنه مش عارف في الاسكا خالص لا انا في كل اي حاجه في النادي الاهلي بيبقى فيها يعني حد هيشتغل حد طالبين حد وفي حد هيشتغل اسم علاء موجود دايما بسمع اسمه كل حاجه ممكن تيجي على دماغك يا احمد لكن انا ما برفضش ما بترفضش لا هرفض ليه يعني مثلا اخر حاجه مثلا كان مدير الكوره الناس كلها كابتن علاء مش عارف ايه مدير الكوره اليومين اللي فاتوا اليومين اللي فاتوا كلها كويس فجه كابتن اختار كابتن رمضان كل التوفيق كابتن رمضان واداره النادي شايفه كده ما فيش مشكله كان قبل كده مدرب عام نفس الكلام فاهم اكتر من مكان لكن هو دايما اسمه بيبقى متردد ان الناس يعني الحمد لله طبعا يعني الناس حابه انها موجود جوه النادي الاهلي طبعا هي الناس شايفه كده فطبعا دي احسن انا بالنسبه لي دي احلى حاجه في الدنيا طبعا حاجه جميله ده بالنسبه لي احلى حاجه في الدنيا احلى من الشغل نفسه فاهمني لا ما بيحصلش فخلاص بسكت لاني بتزعل خالص والله العظيم يا احمد خالص لان انا عندي قناعه اصل انا شغلي او رزقي هيجيلي طب هسالك سؤال اوعى تكذب عليا والله ما هكذب انت زعلان من النادي الاهلي؟ ابدا عمري يا لا زعلان من الكابتن خطيب؟ عمري طبعا والله خالص يا لا وانت بتتفرج على النادي الاهلي لما تكون تتفرج على النادي الاهلي لسه علاء مايوب من جواه نفسه النادي الاهلي يكسب وياخد البطوله ولا طبعا اكيد ما بتحسش ساعات ان انا لا مظلوم مش عارف ايه عايز الاهلي يخسر وعايز الاهلي يتعثر وكده لا لا يعني ايه حماسك تعاطفك لا لا خالص هو علاء مايوب الاهلاوي بتاع زمان بتاع زمان اهلاوي 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 ما اللي بيجيب الجون وبيجري وبيطير من الفرحه ما عنديش ذكر النادي الاهلي بس طبعا يعني لكن على فكره بس هعلق عليك يعني حب النادي الاهلي دي حاجه ابديه استحاله تتغير مش ممكن كارثه يعني استحاله حبي واحترامي لكابتن محمود الخطيب اضربها في 100 ليه؟ اولا انا كنت لسه في الحومديه عمري ما كنت احلم انا هحكي لك على الحومديه انا ده اللي هحكي لك على الحومديه على فكره الحومديه كلها اتفرج عليك الوقت وعليا كويس جميل نعم فكونك ان انت في يوم من الايام كنت يعني ما كنتش احلم او كنتش احلم ان اشوف كابتن خطيب انا لازم اتكلم بصراحه فده بالنسبه لي ازاي اكرهه؟ انت فاهمني؟ وبعدين كونك انك تلعب في النادي الاهلي وفجاه تبقى في وسط الناس دي اللي انت كنت بتتمنى تشوف انا كنت ببقى فرحان اشوف كابتن ثابت البطل في الحومديه. ما طبعا والله يا احمد طبعًا. كنت ببقى فرحان ومعدي بعربيته كده وانا كنت لسه بلعب فش كنت بتخاف منه؟ لا وانا كنت بلعب لا جميل الله يرحمه الله يرحمه وانا كنت بلعب في الشارع كنت مبسوط اشوف كابتن ثابت فجاه لقيت نفسك
انت وسط الناس دي. لا انت مش وسط الناس دي، انت وسط الناس دي والناس كلها حواليك وبتحبك. نعم. وهو ده النادي الاهلي، مش في الجيل ده، مش بكلام على علاء. نعم. كل الاجيال كده. صحيح. اللي هي بالصغار بيطلع بيحس ان هو وسط اخواته الكبار. عشان كده ما لاقيش وقت ان هو يتاقلم. فانا لما اطلع والاقي الناس دي كلها حواليا، انا قلت لك الكلام ده قبل كده بس انا هعيده تاني. نعم. انا من فرحتي لما كنت بروح خلص تمرين واروح قبل ما اجيب عربيه ولا حاجه، كنت بحكي لاصحابي يا احمد والله العظيم. طبعا. وانا في الاشبال 17 سنه كلنا في نفس المبنى. فكنت بقول لهم النهارده تخيلوا النهارده انا شفت كابتن خطيب، والنهارده كابتن مصطفى يونس كان بيعمل كذا. فاهمني؟ ايوه فانت بتتكلم في ايه؟ ازاي افكر ان انا ممكن يبقى في حد سنه مش كره؟ لا مش ممكن يبقى عتب يا اخي. زعل؟ لا 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 والله ابدا والله. بص انا بمضي مع، طب هقول لك حاجه بس. قول. وانا بمضي في القناه على الكابتن خطيب، فكان انا وهشام جمال مع الكابتن خطيب، فقاعدين بنتكلم ومش عارف ايه ومين بيزعل. قلت له يا عم انت يا عم هشام، اصل حب الخطيب ده فرض. والله ده يعني فرض علينا كلنا. قاعد يضحك يعني مهما حقيقة. كنت زعلان منه او غضبان منه او متضايق منه، لكن بتشوفه فعلا لانه شخص شديد الاحترام. لا انا عمري انا بص ولا زعلت منه ولا عمري هزعل منه. انا زعلت منه. انت تزعل يا سيدي. ولا افكر ازعل منه. بس انا في عندي اساسيات، في حاجات كده احمد ما تتغيرش عندي. اساسيات يعني. انا ليه لما قال لك كنت بشوف اللعيبه بتاع اصلا، اول ما سلمت على اكرامي، تعرف انا طنطا. انا عارف، اقسم بجلال الله انا سلمت على اكرامي وجريت معاه حوالين الملعب، فقال لي انت مين ياد واسمك ايه ومش عارف ايه وبتاع. طبعا عشان اقول له اسمي خدت فيها 13 ساعه يعني وبتاع، وصممت لا عندي عربيه ولا عندي حاجه طبعاً. ولا بتاع، وسفر طنطا يعني. صممت اطلع من التمرين اروح على موقف احمد حلمي، اخد البيجو اطلع على طنطا عشان اروح لاصحابي اقول لهم انا سلمت على اكرامي. طيب. واتكلمت معاه النهارده. انت متخيل يا احمد انت كنت يعني انت متخيل احنا كنا في ايه؟ صحيح. طبعا دي حاجه، الناس دي اساطير. ما يعني عارف بقى، عارف لو الشاطرين جوا كان قال لك اهلاوي انا والفخر ليا، بس هو ممكن يرجعوا بيها. ودونا فاصل وبرجعوا فيها. نرجع. علاء ميمون هو جول، هو جول الدور الاول للنادي الاهلي. علاء ميمون اللي رقصه ماشي وشاطها برجله الشمال، بص الكوره جول ثاني للنادي. بعد الكوره علي يلعب على علاء ميمون الجول الاول. الكابتن علاء ميمون ده تاريخ، اخلاق، لعب. الجون اللي هو لا يمكن حد ينساه بتاع نهائي الكاس بتاع المصري، ده جون احيانا بعد ما كنا خلاص فاقدين الامل. والله يرحمه سيد متولي كان رئيس النادي المصري، خلاص وقف وعدل البدله والجرافطه ونازل، قال له استنى لا ما تنزلش انا موجود يعني. ده جون، والتاني كمان في يعني هو جاب الجونين في الماتش. هدفه في النادي المصري في كاس مصر لما كنا مغلوبين 1-0 وهو نزل وحطينا التعادل ولعبنا اكسترا تايم، وبعد كده سجلنا هدفين. كان هو كان ساعتها في اخر دقيقه في الوقت الضايع سجل هدف التعادل، وجينا احنا بعد كده لعبنا اكسترا تايم ربع وربع ورحنا مسجلين هدفين 3-1 ساعه موضوع سيد متولي لما قام حتى بيستعد لنفسه على اساس استلم الكاس، فكانت النتيجه 3-1 لصالحنا. كان سيد اشهر جول لي انا فاكره كان في نهائي كاس مصر، كان بين الاهلي والمصري، وجاب جول جميل جدا جدا يعني، واللعيب محترف تماما يعني. ماتش في 84 في نهائي الكاس مع المصري، الجون بتاعه كان سبب رئيسي ان احنا ناخد البطوله، وفي بطوله 88 في الدوري اللي جاب فيه جون في الزمالك كان سبب ان احنا نحسم الدوري اصلا الجون ده. فدي من الحاجات اللي انا متذكرها له جدا يعني. علاء ميهوب كابتن جميل جدا ومن اللعيبه الكبيره جدا صراحه. علاء ميهوب، علاء ميهوب هو جول، هو جول الجول الاول للنادي الاهلي. علاء ميهوب اللي رقصه ماشي، علاء ميهوب اللي رقصه ماشي وشاطها برجله الشمال، بص الكوره جول الثاني للنادي الاهلي. الكابتن علاء ميهوب ده فاكهه الكوره، ده حته لعيب ما جاش زيه، ده لعيب كبير جدا، من احسن لعيبه الكوره اللي جت في نص الملعب في مصر كلها، على تاريخ مصر كلها. الكابتن علاء ميهوب لعب اولمبياد، كان هناك المذيع بيذيع الماتش لمصر، وكان علاء ميهوب بيلعب بيسميه جنرال ميهوب في اوروبا، كانوا مسمينه جنرال ميهوب، جنرال ميهوب المذيع وهو بيعلق. فلا دي حاجه كبيره وقيمه كبيره على الكابتن علاء، وربنا يديله الصحه. طبعا الكابتن علاء طبعا من افضل المواهب اللي جت الكره المصريه، وحتى في المجال التدريب برضه الكابتن علاء كان مساعد للكابتن جوزي قبل كده،
وحقق 20 بطوله مع الاهلي قبل كده كمدرب وكلاعب، وحتى كمان اداريا مع الانديه برضو له بصمه واضحه جدا في الكره المصريه. جون المصري في نهائي الكاس كان جون تعادل، وكنا في اخر في بعد الدقيقه 90 كنا في لقطه ضايع، كنا في الاستاد ساعتها، كنا يعني كنا متوقعين ان الاهلي هيتعادل. علاء ميوب خد الكره من نص الملعب وانطلق بيها لغايه لما دخل منطقه الجزاء وحط الجول. طيب كابتن علاء رسائل كتيره جدا جدا جدا، بس يعني هناخدها والله كلها او هناخد معظمها بس بعد شويه. شخصيه البطل، يعني ناس يقول لك انه الاهلي شخصيه البطل، اهم ما يميز النادي الاهلي شخصيه البطل، وبالتالي معه كل الالقاب، اي لقب كده يخطر على بالك موجود معاه، شرعي رسمي فهمي نظمي كل ايه المرادفات دي. يعني ايه شخصيه البطل؟ يعني اشرح لنا قصه شخصيه البطل مع النادي الاهلي، وانت لما بتدخلوا النادي الاهلي بتتربوا على شخصيه البطل، وايه اللي بيحصل؟ يعني انت بقى من سن كام سنه في النادي الاهلي؟ 13. كم؟ 13 سنه. يا نهار ابيض. اه والله. دلوقتي 33 سنه، يعني بقى لك حوالي 20. لا 34، تميت 34. ماشي يلا. بص يا احمد، النادي الاهلي فيه سبحان الله فيه ميزه، ودي ما يعني انت بتدخل النادي انا اتحدى لو في لاعب كوره دخل النادي الاهلي قبلي او بعدي او 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 لحد دلوقتي، اما يخش النادي حد يقول له اعمل كذا، حد يقول له، ما حدش يقول له اعمل كذا. لا انت والله بتتاقلم لوحدك كده اوتوماتيك من وانت 13 سنه. وانت 13 سنه بتتعلم ازاي تدريبك، لعيبتك، مدربك، ما فيش غير حاجه واحده تفكر فيها، تكسب 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 مكسب. تعادل انت خسران. فانت الحاجات دي بتشربها وانت صغير 13 سنه، بتلعب على بطوله لازم تكسبها. من 13 سنه في جماهير بتشجعك. الحاجات دي كلها مش في اي نادي، في جماهير بتشجعك وانت عندك 13 سنه، حافظين اسمك، حافظين اسمك، بيروح وراك في كل حته وعايزينك تكسب. فانت خلاص انت اتعودت في حاجه كده تروح في دماغك في مخك كده لحد ما تعتزل. ممكن يبقى في ماتش اعتزالك مش عايز تخسر، عايز تكسب برضه. والله يا احمد وانت بطل عايز تكسب، لان انت اتعودت على كده. احنا في اوقات بيبقى طالعين متعادلين وعاملين ماتشات جميله جدا، وتلاقي في انهيار في اوضه اللبس عشان متعادلين، عشان متعادلين مش عشان لا قدر الله خسرت. يعني انا مش عارف. ده في دماغي سوا. كويس. فانا هحكي لكم قصه انا وعلاء مقوم دلوقتي. قصص 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 كويس. فهو دي شخصيه البطل. شخصيه البطل ما بتجيش وانت كبير. لا لا لا، شخصيه البطل بتطلع معاك، بتعيش معاك، بتكبر معاك. كل ما بتاخد خطوه بتكبر زياده، بتاخد خطوه بتكبر زياده. من غير ما حد يعلمك. والله انا ما عمري شفت، انا عمري ما كان في مدرب قال لي حاجه. انا اول مدرب مراني كابتن محمود السياسي الله يرحمه وسامحه. الله يرحمه. جميل، يعني راجل جميل جدا. ده صاحب فضل كبير جدا عليا. طبعا. عشان ده اللي بدا معايا من بدا معايا من اول خالص. نعم. عمره ما قال لي، كان كلامي فني، لكن عمره ما قال لي لازم نكسب واحنا النادي الاهلي والفريق الحمر. ما فيش. لحد ما طلعت فريق اول ولا كده خلاص انا عارف انا عايز اعمل ايه. انا مش عايز اخسر في تقسيمه في التمرين. التقسيمات كانت بتبقى نار يا حبيبي. كابتن جوهري كان بيلغي تمرين يا احمد. ما انت معايا. كان بيلغي تمرين عشان كابتن طه اسماعيل مره من كتر التكالنج قال لك ايه الغي الغي. كويس. من كتر ما اللعيبه متحمسه في تقسيمه في النادي. فانت متخيل ايه؟ فانت دي شخصيه البطل. شخصيه البطل تتكون معاك، ما حدش بيقولها لك. لا حلو قوي، بتتكون معاك معاك. لكن ما تتقالش. قول لي جيلك. جيلي كابتن طه ابو زيد. نعم. محمد حشيش، اسامه عباس. و دول اللي كملوا معايا. نعم. يعني انا اول ما روحت الاختبارات خالص كان طاهر هو الاسم المسمع. حته لعيب. ما شاء الله. طبعا يعني كان طاهر دي اسم المسمع. كان سبقني قبلها كان سعيد فارس وشعبان البطل. سعيد فارس توفى ولا لا؟ موجود موجود. ربنا يديك الصحه. وشعبان موجود. وكان وكان رجب نجم. دول التلاته كان راح النادي الاهلي قبلي. سعيد كان باكرايت يا جماعه، كان حافي كده. كويس. سلم عليك يا سعيد الفل. نعم. وشعبان كان قريب كابتن ثابت. كان هم سبقوني قبلها بسنه. شعبان البطل. شعبان البطل. كويس. سبقوني قبلها بسنه، كانوا بيلعبوا مع الدكتور عمرو ام مجد. نعم. بس انا رحت الاختبارات بقى عادي كده. كان سفر. لا احكي لي، يعني كنت الحمام كانت سفر. طبعا بالنسبه لي كانت سفر. طبعا كانت مواصلتين. بتيجي ازاي بقى على قطر؟ بتيجي
قطر قطر وبعدين بنزل باب اللوق باين قطر لا قطر قطر بنزل في الجيزه واخد من الجيزه والله فاكر الاتوبيس كان اسمه ايه اشرب شرطه ينزلنا عند المعرض كانش فيه ميكروباصات لا لا كانش خالص كان اشرب شرطه ينزلك عند المعرض عند المعرض اتمشى الحته دي اخش على النادي الاهلي الحاج محمد ميهوب كويس الله يرحمه كان ليه دور مش طبيعي معايا طبعا يا جماعه انا عشت في بيت علاء ميهوب حوالي 5 سنين في الحمديه لان انا كنت قاعد في شقه هنا النادي قعدني في شقه فاروح بالليل عند علاء بالليل ده الساعه كان الساعه 8 ده كان بيبقى بالليل ساعتها بالليل قوي والله مش عنده 12 بس بقى والدته الاكل الفلاحي والبيت بقى الجميل يا سامعك يا سامعك على فكره ربنا يديها الصحه الله يخليك يديها الصحه حاجه مش طبيعيه اما الحاج محمد ميهوب فكان هو اول من ينتظر علاء ميهوب في المطار واحنا راجعين بالاحضان يا حبيبي بالاحضان وفرحه الاب بابنه انا يعني من الحاجات اللي عمري ما انساها انا فوجئت انا فوجئت احمد ان والد الله يرحمه كان بيروح ورايا الماتشات وعنده 14 سنه فعلا فوجئت انا ما كنتش اعرف خالص والله العظيم ان هو من 14 سنه بيروح ورايا الماتشات انا ام بقى كبرت وكده بقى هو يعني ده كان وصلني وكان يرجعني ما كانش في عربيه لسه بقى كان يوصلني قبل قبل مثلا المباراه بيوم كنا نخش معسكر يوصلني وبعدين يستلم خلص المباراه يرجع وكده وده اكتر واحد اكبر لا اعنف ناقد رياضي في حياتي ياه والله العظيم يا احمد ما يقولكش يعني لا ما يقوليش مثلا لعبت ماتش وحش او ما جبتش جول ده طبيعي اروح البيت الاقي بوز مضروب وما بيكلمنيش بس كده اعرف ان انا مش حلو لا ما انا عارف ان انا وحش بس انا عارف ان في عقاب في البيت اللي هو قلبه الوش قلبه مع ان انا فريق اول كنت كبير فاهمني لكن زعل ابويا مني كان بيه كان اهلاوي قوي اهلاوي ساتر اهلاوي عنيف يعني كان زعل ابويا مني كان بالنسبه لي حاجه جامده قوي يعني زعلان مني وانا كبير اساسا يعني كنت خلاص يعني كنت حتى لكن ابويا لكن فاهمني اللي كان لافط في الجو ربنا يبارك في عمرها امي ها يوم ولا حاجه يبقى قافل وشه وبعدين يبدا يتكلم معايا وكده يكلمك بقى في يكلمني وكلام من ده بس يعني يضحك في وشه وحاجات من دي انما غير كده ليه مبوس في وشه وما بيكلمنيش جالي رساله عايزك ترد عليها لان انا مش مصدقها يعني بيقولوا ان انت زعلان من الكابتن زيزو الكابتن زيزو ده عمره ما زعل حد يعني لا كابتن زيزو لا خالص ما كانش فيه يعني ما كانش فيه في حاجه بيني وكابتن زيزو خالص لا انا لسه مقابله في فرح بنت محمد يوسف كنا بالعكس قعده كانت جميله لا كابتن زيزو مين اللي يزعل كابتن زيزو ما حدش يقدر يزعل لا كابتن زيزو جميل ما شاء الله بلسم ده لا جميل كابتن زيزو لا ما فيش مين زعلك في النادي يعني مين اخذت على خاطرك منه او مين زعلت منه لو زعل الطبيعي بتاعنا ما بيننا وبين بعض يعني انا ما زعلتش من حد او مفيش حد زعلني في النادي الاهلي مفيش لا انا ولا حد زعلني في النادي الاهلي ولا انا زعلت حد انا من ساعه ما دخلت النادي الاهلي لحد ما خرجت منه من وانا صغير لحد ما خرجت ما اعتقدش اني زعلت حد الحمد لله رب العالمين ولا عامل غرفه ملابس ولا عامل غرفه لا انت حبوب في لا لا, لا خالص الحمد لله يعني الحمد لله خليني بقى اسالك في القصه الدراميه قصه الاعتزال لان انا كنت لسه بحكيها قصه الاربعه الكبار وانا هو كان الكباتن على طول بالترتيب كده كان كابتن طاهر ابو زيد كابتن ربيع ياسين كابتن محمود صالح كابتن علاء ميهوب كابتن محمود صالح عليه رحمه الله صح كده وانا كنت الخامس فجه كابتن صالح استدعى الاربعه الكبار انا زعلت جدا قلت انا وانا يعني ماليش في الطيب نصيب طبعا لما عرفت فرحت لا والله قلت ايه ده معقوله بتاع بعدين فوجئنا قال لك ده الاربعه دول الكابتن صلاح قال لهم بطلت الحمد لله كويس اللي ما قاليش فانا كنت لسه بحكي القصه دي من كام يوم بس عايزك انت تحكيها بقى ايه اللي حصل يعني حدوته انت كان عندك مشاكل في الركبه عشان تكون امنه يعني طبعًا انا فاكر يا جماعه علاء كنا في اثيوبيا مع المنتخب وكابتن جوهري كان لا يستغنى عن علاء واول هدفين في تصفيات مصر في كاس العالم مصر وليبيريا صاحب الهدف الثاني كان علاء ميهوب انت كنت الهدف الثاني صح ما تقولش الهدف الاولاني مين انت الهدف الثاني انا الاولاني انت الاولاني صاحب الهدف الثاني بقى كان مين كابتن محمد رمضان صح كويس كسبنا 2-0 هنا كابتن علاء كابتن جاري ما كانش بيستغنى عن كابتن علاء وكان ياخد حقن وكانت شغلانه فاكر كنا في اثيوبيا وعلاء قاعد ضرب رجل على رجل جه ما قدرش يفرد ركبته فاكر دي كنا في السفاره المصريه في اثيوبيا كان عنده الام رهيبه وصممت تلعب المباراه على ما اظن كمان يوميها رغم المحايلات انه ما يلعبش كان صمم يلعب عايز احكي شويه هل الاصابه كان لها دور في الاعتزال هل كان في خلافات احكي لي لانه ده موضوع مهم الناس تحب تسمعه منك خلافات لا
مفيش خلافات الحمد لله. لا ومفلش الموسم كويس ومخلصين كان كاس مصر مع ضد الزمالك. انت لاعب المباراه ولعب لعبت الشوط الاول وبين الشوطين كابتن قمر غيرني ونزل هادي خشب تمام لدرجه ان عبد العال بيقول لي احنا لما شفنا ان انت ما نزلتش الشوط الثاني احنا مش مصدقين. نعم في المباراه نفسها. لكن هو قصدي لاعب مش لعب في المباراه. لا لعبت وخلاص مفيش حاجه خالص. لكن هو كان تقريبا يا احمد دي كان قرار ان ده يبقى اخر ماتش لينا احنا الاربعه. والله والله بغض النظر هنفوز او مش هنفوز غالبا الموضوع يعني محسوم. كويس فوزنا وكده. بعدها بفتره بدات الكلام يعني ما سمعناش حاجه علاء. لا بس في كلام مش حاجه خالص. لا خالص. لكن خالص. بدا بس كلام ايه يتكتب كده في جرايد يترمي يترمي طبعا بس ما حدش يصدقه. لا انا ما حدش يصدقه. انا ولا في دماغي ايه ده امشي كلنا. من النادي امشي من النادي الاهلي مش ممكن استحاله ومش مصدق لحد ما راح كابتن صالح انا مش مصدق يعني مش انا ممكن انت رايح متخيل هيكلمكوا على الموسم الجديد والقصه والحدوته. انت رايح برضو في الكلام بدا يوصل لك فانت في سنه قلق بس انا مش مصدق. فكابتن صالح ده رحنا عنده المكتب وكده قعد سلم علينا وقال لنا يا جماعه احنا شايفين احنا السنه دي انتوا اخر سنه ليكوا. اللي عايز يعمل ماتش اعتزال طبعا اكيد واللي عايز يكمل 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 بره النادي بره النادي اكيد طبعا يعني ف يعني واحد واحد بقى كده اتكلم. كابتن ربيع اتكلم قال لا انا هعتزل. كابتن عرب زيد قال لا انا استنى شويه. كابتن حمص صالح قال انا هعتزل. ها علاء فقلت له كابتن صالح انا عايز العب انا حابب العب يعني فانا عايز العب بس. وخرجت سواد الدنيا كله قدامي. عارف صحيح. والله العظيم احمد وحياه ربنا عارف اكن حياتك انتهت. يا نهار ابيض والله العظيم وحياه ربنا حياتك كلها تحس ان هي انتهت. لان انا بمنتهى الامانه مش كلام انا حياتي كلها كانت كوره والنادي الاهلي. ايوه انا كل محور حياتي نادي الاهلي كوره نادي الاهلي الكوره بس ما عنديش حاجه تانية. ما بفكرش في حاجه تانية. كل تفكيري انا عايز اروح النادي الاهلي انا عايز اتمرن. انا اللي خلاني اللي عجل اصابتي ان انا مش عايز اقعد مش عايز اعمل مش عايز اعمل عمليه. نعم. يعني مش عايز اعمل عمليه عشان انا عايز العب انا حابب العب عايز موجود في النادي عايز العب عايز العب ماتشات كده. وطبعا ناس كتير اتكلمت معايا طب نعمل عمليه. لا انا طبعا تفكيري كان سيء في الوقت. لازم تعمل غضروف في الوقت طبعا. العب عليه سنه نادي ومنتخب طبعا الموضوع انتهى تماما يعني. لكن بعدها مشيت روحت البيت كده هديت شويه وبلغتهم في البيت عندنا في الحمديه وكده وبدات ايه بقى شويه 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 الموضوع بدا يهدى وبدات افكر يعني في ممكن سفر. حد كلمني طب ما تيجي نروح نادي الزمالك. صعب عليا اروح نادي الزمالك. نادي الزمالك طبعا نادي كبير واي حد يتمنى أكيد. يروحه اكيد. نعم. طبعا لكن انا ما ينفعش انا انا متربي في النادي ده فما ينفعش بالنسبه لي صعب. فجت موضوع الاولمبي. كابتن بوري كاس هو اللي كلمني احمد الكاس طبعا كاس حبيبي عمري يعني طبعا. كلمني علاء ما تيجي مش عارف ايه وكان كاس محمد وليم وهيثم فاروق وكانوا الثلاثه. نعم. ما شاء الله موجودين كانت فرقه كويسه قوي ساعتها. المهم كلمت خدت راي كابتن جوهري كويس كلمت في التليفون كابتن جوهري دلوقتي الموضوع كذا كذا وانا عايز العب ويعني الاولمبي وكده. قال لي خلاص علاء روح ووجود الكاس برضه هينفع وكده ورحت وخلاص كملت بقى في الاولمبي وكده مع كابتن بوري واتمرنت ناس الحياه لقيتها لذيذه سلسة. الدنيا هاديه جدا وده اللي كان محببني في الموضوع وكملت في الاولمبي لحد ما جبت فيك الجول ما تفكرنيش هي هنشوف الوقت خلاص كويس وبعدين خلاص يعني انت هتشوف الجون انت انا بجيب الجون تدخل فيها هنا ايه ده ايه ده انت غريب قوي انت جاي انت جاي باحلام غريبه جدا يعني الله هزعل منك فبعدها خلاص يعني الموضوع خلصت كوره ورجعت بقى للنادي الاهلي اهو هاتوا بالصوت يا ابني لو عندك كابتن حسام الله يرحمه هو الاولمبي اللي لابس احمر ادي الكاس نسمع بالصوت بيتحط المتقدم زي ما حضراتكم شايفين وبيعملها اوفر حلوه عند عطيه عبد الهادي وعطيه بيجرب وشوط على طول وعلاء ميهوب وجول جول علاء ميهوب جول علاء ميهوب وبيبكي مش معقول علاء ما حدش هنا بقى احنا كلنا كلاعيبه النادي الاهلي الخسرانين واحد من الاولمبي وكلنا ده اللي انا كتبته النهارده انتوا انا قلت نقطتين كنت هبطل هحكيها لكم ازاي وقهرني القهره هنا القهره ان انا دخل فيها جون اولا الثانيه الحقيقه صعب عليا جدا عليا لانه انا شايف دموع حقيقيه قدامي في الملعب واحد في حاله انهيار شديد جدا وفي عز فرحته انه جايب جون بس القصه حتى اللحظه دي الجون ده في سنه 92 93 شوف بقى فات عليه كام سنه وما زالت الناس متذكره الموقف علاء
انا بقى اكتر واحد مش بحب افتكر الموضوع ده. ولا انا ولا وينه بيه يعني انا وانت يعني انا وانت ما بنحبش الذكرى دي. والله واحد واحد طبعا. طبعا انا عن نفسي بص كجول جول حلو قوي تحفه وصعب وكل حاجه فيه، لكن انا بالنسبه لي لحظه سيئه في حياتي. سيئه طبعا، بس ممكن حد ياخدها رد اعتبار. لا لعبت اهو وانا بجيب اجوان وانا ما رد اعتباري. انا هو لسه عايز ارد اعتباري، عايز اقول لكم معلش انا النادي مشاني ايا كان بقول لهم انا لعيب كويس، يعني اللي تعملوا فيا كده لا لا خالص ما جالكش المشاعر. لا 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 خالص انا الدنيا قلبت خالص عكس. والله والله عكست تماما تماما. انا الكره لقيتها بتخش في الجول انا كنت في حته ثانيه خالص بالظبط. انا ما خدتش ثانيه يا احمد، انا شايفك وانت ماشي كده. انا اللقطه دي انا كنت في حته ثانيه خالص. صحيح يعني حتى غيرت كمان يوميها مشيت الشوط الثاني رحت خلاص لان بعدها اللعيبه بتاعت الام جايين بيهنوني لقوني احمد الكاس ده. احمد الكاس انت على طول في ساعتها بلا ما والله يا احمد ما خدت ثانيه. بص كلهم كلهم جايين بيهنوني لقوا واحد منهار. فحتى لعيبه النادي الاهلي انا فاكر ان عمرو انور معلش يا كابتن ما تزعلش، علاء عبد الصادق معلش يعني اللعيبه لعيبه النادي الاهلي بتقول لي معلش انت فاهم يا احمد. فطبعا انا بالنسبه لي لا يعني الموضوع خلي بالك عطيه شايط شايط مع عطيه شايط هنا كان هادي هو اللي جاي ورايا وجول كان في ملعب المقاولين. ملعب المقاولين انا كنت طبعا بتخانق مع كل الناس الجون ده ما اتخانقتش وسكت ونطقتش المشكله الاكبر يا احمد انت جايب جول في النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي تمنع عليك. ده كان ما دي برضه من الحاجات اللي هي كلها هي كانك سيناريو غريب سيناريو مستحيل انه يحدث سيناريو لا. انت مش عايزه لان انت من قبلها بيوم الناس كلها بتقول لك هتجيب جول في النادي الاهلي. انا رافض والله العظيم يا احمد رافض الموضوع تمام. فوتها بره علاء ما هعمل ايه جنب العرض علاء يعني من المرات النادره اللي يدخل في مرمايا هدف وما بقاش زعلان قوي يعني انا بتقهر لما يدخل مرمايا لو بتطلع اللي قدامك كلهم ممكن تلاقي مصايب يعني لكنه فعلا ساعتها. لكنه خليني ارجع اقول لك انه برضه اعتزلت مع النادي الاهلي. انت اللي طلبت رحت الكابتن صالح كلمت مع حد لا لا لا, لا انا بعد ما خلصت بقول لك خلصت لا انا ما عملتش ماتش اعتزال انا خلصت الماتش الاولمبي ده رجعت عملت بقى على طول دراسات وفي النادي الاهلي برضه يعني الله يرحمه كابتن صفوت عبد الحليم والله يا احمد الله يرحمه عمر ما هنسى الراجل هو اللي خلانا هو اللي خلانا اروح الدراسات اعمل ابقى مدرب والله العظيم قال لي تروح الدراسات قلت له يا كابتن قال لي هتروح الدراسات شغلني من قبل ما اخلص الدراسات كان ماسك قطاع الناشئين كان شايف في اكاديميات وكده بقى نعم كان في مدينه نصر كان لسه البدايه بقى في الاول خالص مدينه نصر كان لسه كابتن مش شربيني وكان تسه البدايه ابتديت مع النادي الاهلي في الناشئين بس خدت فتره طويله قوي دي انا بعترف نعم خدت فتره طويله قوي طولت زياده عن اللازم في القطاع انا عندي مشكله اصلي في طب قبل المشكله ممكن نروح لفاصل اتفضل نروح لفاصل لان السهره تحلى مع النجم علاء ماهر كان جايب لنا الكلام حشيش يتكلم بيقول لك انت رحت رامي اسم كده في النص وخلاص ما عندوش اجوان بقوله ايه طيب مش عايزين نجيب له الاجوان اللي جابها فينا الا ما هو اللي جاب فيها جميل ده جميل ده اجمل ده كمان انقى الناس لا اللي متصالحه مع نفسها ده جميل لا وبعدين خف الدم ما حصلتش لا حشيش جاب اسامه عباس اسامه لا بص احنا يعني لما يكون معاك ناس طالعين معاك من تحت كده اسامه طاهر وحشيش يعني طيب اقول لك بقى انت انقذتني من التبطيل بدري ازاي قول ماتش المصري احنا خسرانين قبلها باربع ايام ماتش الدوري الكاس متعادلين مع الزمالك 2-2 كان فرق 10 نقط لو تفتكر فاكر طبعا كان ماتش بنقطتين كسبنا كل ماتشات الدور الثاني جينا على الزمالك نكسب ناخد الدوري الدوري نتعادل الزمالك ياخد الدوري تعادلوا معانا 2-2 وخسرنا الدوري وبعدين جينا كسبنا المقاولين والفاينل مصري فانا خسران دوري يوم الجمعه وده الجمعه اللي بعدها بالظبط يعني وتريك عمك حسام غيوبه جاب الجون وانا هتجنن والله العظيم ثلاثه قلت انا وانا يعني وانا بلعب قلت يا ليله سوده بقى انا في اسبوع واحد دوري كاس الاهلي واول سنه بلعبها اول موسم بلعبه 84 يعني وما صدقت لعبت بقى لي 630 سنه مستني الوحشين ثابت واكرامي والله ادي الجون اهو بص كابتن مسعد شايط الله يرحمك كابتن شايط في الجون تخبط تروح لحسام غيوبه تدخل جون وخلاص بقى وتمام التمام انا هحكي لك سر في الجول ده
الكابتن فؤاد شفيق على رحمه الله كان هو المساعد. ف وانا عرضت الجون ده بقى وعملته بقى بيرو وبتاعه كده، طلع فيه ثلاثه مغطيين اصلا يعني. فالمهم في الدقيقه الاخيره بلس 90 بقى، ده كان الافانتيتر بتاعنا النهارده، وانا عندي امل. انت فاكر طارق سليمان جالي انفراد بكره مسكتها في كورتين، وكره بعدها راح حاططها جنب الكورتين واحده في الاخيره دي. الكره الانفراد ده كان صعب جدا، ما انا عارف انا مسكتها، كان معاه اثنين فاضيين، معاه اثنين ساعتها. بص على يمينه، بص اهو، ثلاثه على واحد. بص انا جاي طاير ازاي كده، وفي واحده بعدها، وواحده بعدها. بص انا كمان قايم وطاير واكله واكل الكره والدنيا كلها، ما شاء الله. هنا بقى خالد جد الله لعيب ايه، وادي الجون بوقفها عشان بس نعرضها للناس بالبطيء، لانه البعض ساعتها كان بيقول تسلل. المهم الجول ده جه، انا خلي بالك عارف انا ردت فيا الروح، قلت والله العظيم ثلاثه وانا قاعد وانا بلعب قسما بالله بقول هبطل، مش هلعب تاني، ما وشك نحس، اول مره بتخسر دوري، احنا عملنا معجزه يعني كاس كمان. فده رد فيا الروح الجول ده، وبعدين رحت انت جايب الجون الثاني، انا ما انساش الجمال دي. لا، انا بدي لك حقك اهو على الهواء، عمال اكتر من كده ايه. وبعدين جه خالد جد الله جاب الجون الثالث، كابتن فؤاد شفيق بقى عليه رحمه الله. فانا كان كتير جدا اخواتنا في بورسعيد يقول لك الجون اوف سايد والاهلي تعادل، لحد بعدها بسنه لحد سنين. والله العظيم انا جايب بقى الجون ده، وقفته بالبطيء وريتهم كام واحد مغطي وكده، فلقيت الكابتن فؤاد الله يرحمه، جميل جميل. بص هنا لا بص خالد ولا واحد اوف سايد، لا انت ولا سمير ولا عامر، ده في واحد كمان ناحيه اليمين. اما الكاميرا تفتح كمل بقى هتلاقي في واحد اهو واحد ناحيه اليمين مغطي. أيوة خالص. وبص الكابتن فؤاد مش باين يعني، ما كانوش على الخط كانوا زمان. فقال لي ده انا كنت حرفع اوف سايد، وضميري كان بيأنبني لحد ما شفتك كنت بتعملها كده، الحمد لله اكتشفت ان هذا دكتور. انا نهار ابيض. فده عارف رد فيا الروح. لكن خليني اسالك، ده من اهم الاهداف، لكن كنت محظوظ على الزمالك واهدافك كانت جميله في الزمالك. احكي لي شويه. اول مباراه للزمالك كانت 84 85 نعم. اول هدف ليه؟ اول هدف كان كابتن محمود السيد سيدنا 1-0. كان جبت بالراس بدماغه. جول حلو قوي، كان كورنر كابتن مصطفى عبده رفعه، جبت جول جبته. وبعدين هو ده؟ لا ده اللي احنا بنتكلم عليه 2-2 بتاع الدوري. ده الدوري 2-2. ده الدوري 2-2. كنا مغلوبين. كنا مغلوبين 2-1 وقتها، كان كورش تقريبا. 1-0 وبعدين 2-2. خالد جد الله. كابتن خالد ده حاجة ممتعة في كرة القدم يعني. ده الهدف. ده 2-2 الدوري، ده 2-2 الدوري. وبعدين 2-2 برضه كويس. 1-2 ده اول هدف ليا. نعم. كان جبت جنب دماغي وكده، وكسبنا 1-0. كسبنا 1-0 وقتها. نعم. ده اول هدف ليا. نعم. وبعدين جبت الهدف في نظر في 2-1 النادي الاهلي برضو. كان كابتن ربيع ياسين وانا. نعم. وبعدين 2-2 وبعدين اخر هدف كابتن مصطفى عبده وشمال. يمين وشمال ايه؟ بس انت يا نهار ابيض على الجنب، يا نهار ابيض على الجنب وعلى جماله. او ده برضو انا ده الزمالك طارق بوزيد فاول، كان ناصر اللي كان واقف، ناصر عبد اللطيف، ناصر عبد اللطيف كويس. خبطت جات لي ده 2. نعم. ده 89 اخر هدف ليا، عبد الجليل وانا وايمن طاهر. صعب جدا، وده صعب جدا لان الكوره جت ورايا. صعب كويس. انا كان عندي غضروف يا احمد لما اتزحلقت كده. والله والله جالك غضروف في دي؟ كان عندي بتهزر يعني؟ بعد الجول سيبها تمشي، انا نزلت على ركبتي، انا كان عندي غضروف ساعتها. لا والله، والله العظيم يا احمد زي ما بحكي كويس. المباراه دي كانت مع فايسر كابتن مصطفى يونس، كنا نتعادل ناخد الدوري نكسب يعني خلاص. فكسبنا 1-0 في المباراه دي، كانت مع فايسر، كانت مع مستر فايسر. ايوه صح. بص الكوره ورا، لكن كان الولد عبد الجليل عمل شغل ممتاز فيها طبعا. وده ايمن طار ده كان سنه 89. نعم. ده خدنا بيه دوري، خدنا بيه دوري عام. صح. فهي اهداف في الزمالك. هو بص عامه اي حد يجيب هدف في الزمالك او هدف في الاهلي بيبقى الى ما لا نهايه. انا جبت اربعه. اربعه طبعا، واهداف مؤثره يعني. جدا. اثنين بالهيد واثنين برجلي. والجميل ما فيش ماتش خسرناه. لا الحمد لله. يا اما هدف اهداف تعادل او اهداف فوز دائما. الحمد لله. طب بمناسبه الاهداف عايز افرجك، احنا اخترنا لك اوكي خمس اهداف، رتبهم اوكي، قول الافضل او الاحسن. والافضل انا عارفه في مسيره علاء. والافضل انا عارفه عامه. طب يلا بينا نشوف الاهداف. الى هيثم وتاني جمال، هيثم اماميه لاسامه، احمد الكاس، وفي الشمال مدحت سيد احمد، وماشي مدحت الباك الشمال متقدم زي ما حضراتكم شايفين، وبيعملها اوفر حلوه
عند عطيه عبد الهادي، وعطيه بيجرب وشوط على طول وعلى ميهوب، وجول، جول على ميهوب، جول على ميهوب، وبيبكي مش معقول على ما حدش مصدق. ممكن حاجه ما فيش بعد كده لمحمد عبد الجليل واحمد رمزي، تطول الكوره وعبد الجليل وعلى ميهوب، والجول الاول للنادي الاهلي. تتلعب الكوره لعلاء ميهوب من عبد الجليل، وكان واقف علاء ميهوب لوحده، يلعبها على شمال ايمن طاهر، يحرز علاء ميهوب الهدف، يتقدم النادي الاهلي بهدف لعلاء ميهوب في الدقيقه 4. علاء ميهوب هو جول، هو جول، الجول الاول للنادي الاهلي في الدقيقه 44 من الشوط الثاني. علاء ميهوب جمال صديق لبدر رجب، بدر رجب طويله قدام، وحط الجول الثاني علاء ميهوب، الجول الثاني برافو، الجول كان طالع بره. صديق الجمال يا لعب طويله اوفسايد، ماشي يا مصطفى عبده مش اوفسايد، ماشي بالعبر العرض على طول، الجول الثاني بالعبر العرض على طول، الجول الثاني. شفت انا جدع ازاي جبت لك جونك فيا برضه تاني، عشان بس تبقى عارف ان انا مذيع محايد 100%. لا دي هل ترتيبنا صح ولا عايز تغير في الترتيب؟ لا ترتيب صح، ترتيب صح. بس وأنا... الاغلى بالنسبه لك في الاهداف دي كلها الاغلى بالنسبه لي اكيد المصري، المصري طبعا. كاس يا احمد، كاس بطوله كان مروح انتهى الموضوع، انتهى تماما، وتجيب هدف وتكسب وتجيب هدف تاني طبعا بالنسبه لي. لا طبعا، بس خليني احلى حاجه ان انا ما فكرتش ان الماتش بينتهي، والله خالص. ما فكرت ولا عارف ان احنا في الدقيقه 90. والله يا احمد انا ما كنت عارف ان احنا في الدقيقه 90 او حاجه، وحياه ربنا. بس انا كنت عارف، انت كنت عارف انا كنت بعيط، انا كنت حاسس ان الوقت بيعدي، بس انا مش في الدقيقه 91 وبرقص عادل عبد المنعم الله يرحمه بالطول بالجسم ده. وخلاص الجون الثاني اصعب جدا طبعا، الجون الثاني طبعا طبعا، هاتوا لنا يا جماعه ده في الاكسترا تايم، واصعب بكتير. اكسترا تايم. طب يعني انت عارف مين اللي عامل الجونين؟ مين؟ خالد جدال. كابتن خالد جدال طبعا، هو اللي جاب الثالث، هو اللي جاب الثالث كمان. سمير فوزي عمل اللي كان بيعملها في النهائي، رجل المكوى الكابتن احمد مرعي يقول له رجل المكوى بتاعته الله يرحمه، عمل كده وراح حاططها جت بيعملها، كان بيعملها على طول. لا طبعا الهدف الاغلى بالنسبه لي هدف المصري. لو شفنا الجون الثاني يبقى كتر خيركم، لو مش معاكم قولوا لي ما فيش مشكله، ممكن ندخل على اللي جاي على طول. طيب خليني اروح للسوشيال ميديا اهو. الجون الثاني لا 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 لا، جول صعب صعب صعب، خلي بالك علاء. بص بقى هنا الشيب ما كانش مشهور في الايام دي، لا كرات الشيب ما كانتش موجوده، يعني الواحد كان بيروح على الانفراد طاير، كانش ده موجود. وبعدين انت عارف ان الهدفين بالشمال والاثنين بالشمال، وانت مش وانا مش هشوف مبدئيا بس يعني بعدين ده الجري اللي احنا الحمد لله بنجريه ده في الاكسترا تايم. نعم، وقبلها كنا لاعبين اكسترا تايم مع المولين، انت فاكر المولين؟ احنا بنسنتر 1-0. واحد الكرة محمد ميمي 10 دقايق 10 دقايق، ودكتور مدحت راح مطروح، مدحت رمضان بعد 10 دقايق اتطرد. كابتن جاري ما بين الشوطين قال لي وانت ما اترمتش ليه؟ والله ما اترمتش ليه؟ فقلت له قال لي حضرتك جول ريال مدريد ولا ايه ساعتها؟ انا مش شايف قدامي الله يرحمه، كنت مش شايف قدامي عشان احنا خسرنا الدوري، لان انا لعبت 9 ماتشات ما اتخدش فيها ولا جون، فجه ماتش الزمالك ده بس ربنا اكرمني شلت واحده حلوه، وبعدين جه بقى ماتش الفاينل. كان الاهداف الحلوه الهدف اللوب، لكن كل اهداف. خلينا نروح للسوشيال ميديا لانه اللي عندنا اسئله كثيره جدا للكابتن علاء ميهوب. يلا بينا على السوشيال ميديا. مساء الخير يا كابتن، حضرتك شايف الجيل ده قادر يحقق بطوله كاس العالم للانديه او حتى مركز ثاني مثلا؟ جوجو محمد الجيل بتاع النادي انا شايف ان هو الجيل ده ما شاء الله عليه. امتى كنا قريبين ان احنا نوصل فاينل كاس العالم للانديه؟ مع جوزيه، مع كولر؟ لا مش مع موسيماني، ممكن مع كان مع جوزيه، مع جوزيه، مع جوزيه. السؤال اللي بعده عشان الاسئله كثيره جدا، اتعرض عليك منصب مدير الكره الفتره اللي فاتت ده عمرو جلال؟ لا هو كان معظم كبير النادي زي ما حكيت في الاول كانوا بترشيح الجماهير نفسها لكن لم يتم العرض رسميا على علاء ميهوب. اللي بعده
تحياتي لحضرتك والكابتن علاء، واساله توقعات حضرتك ايه للسوبر المصري والعين الاماراتي. هدى عبد الرحيم. السوبر المصري ان شاء الله بتمناه اهلي ان شاء الله. دي يعني اقل حاجه للعيبه الاهلي صالح جماهيرها، وده اللي متاكد منه ان شاء الله رب العالمين. العين ماتش العين صعب جدا، لكن الاهلي قادر ان شاء الله يفوز. قادر ان شاء الله باذن الله. اللي بعده تحيات الرائد الاعلام بابا المجال كابتن شوبير. سؤالي للكابتن علاء، ايه الخطوه القادمه ان شاء الله؟ اعلام تدريب اداره اتحاد كره، بالتوفيق يا رب. داليا الكابتن. انت حابب ايه؟ انا كوره. كوره طبعا. حابب كوره اكيد. يعني بتزعل انك مش موجود في المجال؟ بتزعل. بزعل وبحس نفسي كده بقى. يعني مثلا خليني اسالك، لو جه النادي الاهلي مثلا حطك في الجهاز الفني مثلا كثالث ولا حاجه، شايفها قليله على علاء ميهوب؟ هم مش هيحطوني ثالث. مش اصلا مش هيحطوني ثالث. يعني حطيتها تبقى بتاع ليا ثالث. يعني ما اعتقدش حد في النادي الاهلي ممكن يحطك ثالث. ما اعتقدش. النادي الاهلي دايما بيكبر ولاده. ده صحيح. ناخد اللي بعده. شايف الاهلي لو خد السوبر المصري هيفرق معاه بقيه البطولات الجايه، ولا قدر الله لو العكس برضه، ولا ملهاش علاقه؟ عبد الرحمن الشيخ. لا، ليها علاقه الفتره دي يا احمد. الفتره دي لان خسرت السوبر الافريقي، فيهمك بطوله. طبعا مش محتاج بطولات الحمد لله، النادي الاهلي كله لا محتاجين بطولات، لكن محتاج بطوله. لا حاليا انت محتاج بتوله. لو اخذت ان شاء الله رب لما تاخد البطوله دي، اعتقد الامور تبقى ميسره، لانك انت في بدايه موسم. لما تبدا موسم وانت كسبان بطوله زي السوبر دي ان شاء الله، لا هتفرق معاك في بدايه الموسم كله. اللي بعده تحياتي كابتن شوبير، تحياتي الكابتن علاء ميهوب. هاني العقبه بيبعت لك رساله بيقول لي ده الموهوب مش ميهوب، وصفه كده كابتن. كابتن علاء ميهوب، حضرتك من الشخصيات المحترمه القويه، لماذا لا يكون لك دور في المنظومه الكرويه بالاهلي، سواء في شركه الكوره، لجنه التخطيط، الدخول في الانتخابات اللي جايه، ولماذا تركت شاشه قناه النادي الاهلي؟ ناخدها من الاخر كده. انا ماليش في الانتخابات. نعم. طبعا ما تركتش قناه الاهلي، لكن نعم. وقتها كنت مدير كره في مودرن فيوتشر، ما كانش ينفع اشتغل في قناه الاهلي. نعم. ما يعني حته ان ابقى موجود في اي حاجه في النادي الاهلي دي حاجه بتاعت المجلس لكن نعم. مش حاجه طبعا، لكن لو في حاجه اتعرض عليا ومناسبه اكيد مش هرفض طبعا. اكيد طبعا. يعني اللي بعد مساء الخير كابتن شوبير، ومساء الخير على موهوب الثمانينات. طب والتسعينات لا ولا ايه؟ ما هو خد له سنتين من التسعينات برضه. موهوب الثمانينات كابتن علاء ميهوب، بعد اذنك يا كابتن علاء، حضرتك شايف ايه الخطه او الاستراتيجيه اللي الاهلي يمشي بيها الفتره اللي جايه الصعبه دي اللي فيها كام بطوله، وتحب تنصح جماهير الاهلي بايه الفتره اللي جايه؟ كيان الاهلي 74. جماهير النادي الاهلي انصحها بايه؟ ما جماهير الاهلي اللي بتعمله ده حاجه فوق الخيال. صحيح. ورا فريقها على طول، ودي احلى حلوه المره معاها بالظبط. دي جماهير ملهاش جمهوره، ده حماه. الجماهير دي ملهاش مثال، ما اقدرش اقول لهم حاجه خالص. لكن الفتره اللي جايه زي ما لسه مجاوب دلوقتي يا احمد، مطلوب ان شاء الله تبدا ببطوله. ابدا حلو ده. تبدا ببطوله. نعم. موسم مزدحم جدا عليك، وبطوله في بطوله، اصل العين دي بطوله. طبعا العين مش مباراه، ده العين بطوله افريقيا اسيويه بالظبط. يعني في يعني بطوله في بطوله. فان شاء الله رب العالمين تبقى البدايه موفقه ان شاء الله في ابو ظبي ان شاء الله. اللي بعده مساء الخير كابتن شوبير، عليك وعلى ضيفك الكريم. كنت حابب اسال الكابتن علاء، من وجهه نظرك الاهلي قادر على تخطي العقبات اللي بتواجهه الايام الجايه، خصوصا ان في ناس بتتعمد ترويج الاكاذيب لعقاره النادي الاهلي عن مساره؟ ده محمد البانودي صح كده؟ البنودي. الابنودي، متاسف. الابنودي. نعم. النادي الاهلي قادر اكيد طبعا. الاهلي قادر اكيد. نعم. حته اللي هي بترويج الاكاذيب والحاجات دي موجوده في مجال الكوره، ولعيبه النادي الاهلي وادارته والاداره الفنيه بتاعته عارفين الكلام ده، وبيعرفوا يقفلوا على الفرقه كويس قوي. لكن الاهلي قادر طبعا، قادر اكيد يعني. طيب قبل ما اروح لك للكوره واعترف، كوره واعترف، في كوره واعترف، مدلعك من اول الحلقه، مدلعك واخدك اخر دلع من لا واضح الحلقه يعني. طيب عندي سؤال والله حلو. انت كنت ماسك اللجنه الفنيه في الاهلي، وكنت ماسك السكاوتنج برضو، عايزين نعرف ابرز الانجازات اللي حققتها في المرحله دي. وقتها كان وليد ازارو. كنت شغال مع كابتن حسام في اللجنه الفنيه، وكنت رشحت وليد ازارو. كان رحت شفته اساسا المغرب وخلصت. والله كنت انا والجميل محمد العاصي. الله جميل. محمد العاصي. رحنا خلصنا هناك في وليد ازارو. ده كان ابرزهم. كان ابرز حاجه. اسالك سؤال هنا علاء. اتفضل. لانه يعني مثلا جه فايلر قلب على وليد ازارو، فالنادي الاهلي راح ممشيه، جه موسيماني ما اقتنعش بسفيان رحيمي، ما جابوش الاليو بادجي المهاجم، انا كنت شايفه مهاجم هايل، كان اختلف معاه في جنوب افريقيا في ماتش العوده، راح ممشيه. وليد ازارو هداف دوري، الموسم اللي بعديه لعبكت معاه شويه بس هداف،
هل من السهل كده انك تفرط بلاعيب زي ده؟ لازم تسلم بامر المدير الفني ولا انت ممكن لا اهدى شويه نحافظ على اللعيب؟ لا ممكن الظروف تتغير زي ما حصل مثلا. انا هكون صريح معاك. انا اكتر واحد اتضايقت ان وليد ازارو مشي فعلا، لان وليد كان لازم تصبر عليه، لان انت كل كل المواصفات اللي قلتها دي على وليد احمد كان لازم تصبر عليه. صح، لان الراجل ده اول سنه وهداف دوري وبعدين انت شايف فيه مميزات كتير قوي. ممكن حته عدم التوفيق دي كره القدم توفيق من عدم، ودي حاجه مش بتاعتك، لكن انا عندي عنصر هايل لازم اديله وقت. في ناس ما صبرش عليها لان خلاص انت واضح، لكن ده كان واضح ان انت تصبر عليه شويه. زعلت ان الاهلي يعني اعار عبد القادر وديانج. مش زعلت، لكن النادي الاهلي ما شاء الله لعبه كتير جدا جدا جدا، وهم برضو لعيب كرة بيحب يلعب يا احمد. صحيح، والفرص بالنسبه لاحمد يمكن بقت قليله قوي، لكن هو لعيب طبعا ممتاز اكيد. ديانج طبعا لعيبه الهايلين. مين شبهك دلوقتي؟ ما اعرفش يعني، عامه ما فيش حد شبه حد. لا يعني مين الاقرب؟ انا كنت شايف مثلا امام. انا كنت شايف ان انا عادي يعني، مش يعني. لا مش مهم عادي او مش عادي، مين الاقرب؟ ما اعرفش والله، ما 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 بعرفش اجاوب على حاجه زي كده والله. والله، لكن مثلا في ناس يعني مثلا زي امام عنده الحته اللي هي بتاعت الحته الهجوميه دي بيعملها على طول. كان ناصر ماهر بيحب يعمل دي على طول. كان زي قبلهم كان بفتره كان عبد الجليل. نعم، قبلهم بقى كل ده بقى اللي انا كنت فعلا بحب اتفرج عليه. كنت حسام غالي. طبعا حسام ده. انا اللي جبت حسام. انا اللي جبت حسام فعلا. والله. هو كان لابس 14 عشاني والله. والله انا حسام غالي، انا كنت من اللعيبه اللي انا بحبهم جدا يعني. خلص الدلع، يلا ايه خلاص كروا اعترف بقى. انا مين دلعك بقى الناس على النص؟ يلا بينا كروا اعترف. انزل بالمره، انزل يا سيدي. يلا بينا. علامه ايوب تقرر وتعترف انك قررت الاعتزال بين شوطي مباراه الاهلي الاولمبي بعد ما سجلت الهدف في احمد شوبير؟ او فكرت لكن ما قررتش. فلعبت سنه بعدها في الاهلي. ما كملتهاش السنه يعني. خلاص بعد يعني. كده طيب، علامه ايوب تقرر وتعترف انه في معظم الاوقات بيسيطر عليك شعور بالمظلوميه؟ لا خالص. لا خالص. لا علامة ايوب تقرر وتعترف انك زعلت لان محمد رمضان تم اختياره كمدير رياضي وانت لم يتم اختيارك؟ لا طبعا، باركت له واتمنى له كل التوفيق. كلمته؟ لا، محمد يعني لا ما قابلتوش. له في البرامج لكن يعني؟ لكن طبعا في برامج بتمنى له كل التوفيق ومن قلبي فعلا يعني. بتحب محمد رمضان؟ جدا حبيب محمد. شخصيات الجميلة. جميل محمد يعني. جميل. بعد احنا كنا زمان الملعب كمان. فلا هو لذيذ كمان. محمد رمضان. ربنا يكرمه. زمانه نايم بقاله مثلا 14 ساعة. بقول له هتنام اللعيبة الساعة 10. قال لي ماما كده صارين. قلت له أنت بتنام الساعة 8. 9 9. لكن 9 أبقى نايم. قال لي هخليها 11 يعني. تقول وتعترف أنه لا توجد تجربة لك اكتملت بالنجاح؟ طبعا. ليه؟ ما نفسي اعرف ليه. والله نفسي اعرف. ما تراجعش نفسك يعني. ما هو يعني في ممكن يكون الغلط عندك مثلا. ممكن، لكن كل التجارب غلط عندي. ما هو برضه في حاجات يا احمد ما مش منطقيه. ما يعني انا اكيد بغلط، ما انا بني ادم، لكن مش كل التجارب بغلط فيها. صحيح. تقر وتعترف انك تتمنى انك تكون مدير كوره او مدرب في الفريق الاول للنادي الاهلي؟ طبعا. ما ترددتش؟ لا طبعا بتمنى اكيد. طبعا. أنا عندي إجابة السؤال ده بس هسمعها منك الأول. تقر وتعترف إنك وربيع ياسين ومحمود صالح دفعتم ثمن صدام الكابتن صالح مع طاهر أبو زيد؟ ممكن. بس أنا عارف إنه ما كانش فيه صدام ما بين الكابتن. لا، كابتن صالح وكابتن طاهر لا. مش كده؟ لا. مع اللي تحت. ممكن اللي تحتيه. بس هو كابتن صالح الله يرحمه هو اللي كان يعني كان في الوجه كان بتوع التكنيكس، لكن مع كابتن صالح شخصياً لا ما أعتقدش. طاهر عمره ما كان فيه صدام. مش كده؟ بس اللي أنا كمان عارفه إنه الرباعي ده كابتن صالح كان بيحبه قوي جدا يعني. انت وربيع وطاهر ومحمود كابتن صالح. هو الصدام ما بين طاهر وكابتن صالح في مجلس الاداره حصل. لكن مش هو طاهر اللعيب. لا صحيح. تقر وتعترف ان الكابتن الجهري هو سبب انتقالك للنادي الاولمبي بعد رحيلك من الاهلي؟ بنسبه كبيره. بنسبه كبيره. هتجاوب بصراحه اللي جاي؟ هو انت ما كل قول كله اشمعنى دي؟ ما انا بجاوب بصراحه على طول. ماشي. عدها له ولا ايه؟ ماشي. اخلص. تقر وتعترف انك نادم على رفضك اللعب للزمالك عقب رحيلك من الاهلي؟ لا مش نادم. مش نادم؟ لا، لان انا اول جاوبت ما ينفعش اروح على الزمالك يعني. طيب. نادي الزمالك انا قلت طبعا حاجه اي حد يتمناه طبعا، لكن كل الاحترام بقى. طبعا، لكن يعني. بالنسبه لك كانش ينفع. تقر وتعترف انك ظلمت نفسك لما ما ركزتش انك تكمل في مشوار التدريب؟
مش مركزتش. هو هعمل ايه؟ مش حكايه مركزتش. يمكن انا كسول شويه. كسول؟ مش كسول في شغلي. كسول ان انا تسعى وتحاول اعرض نفسي او جاز مش متعود على كده للاسف. يعني على فكره تدخل وتعترف المره دي هاديه جدا يعني. ما انا جاي معاك. لا ده هاديين قوي عليك والله. لزاز الكابتن هيزعل ومش هيزعل. فما رضيتش اراجعها. ده عشه عمر. لقيتها ده لزاز والله. ده عشه عمر في القناه. طيب ماشي. تقر وتعترف ان تجربه مودرن فيوتشر كانت فاشله بالنسبه لك؟ خالص خالص. ناجحه ناجحه تماما بالنسبه لي، لان اكتسبت حاجه جديده. نعم. انا كنت حاسس ان انا ممكن ابقى افشل فيها، لكن الحمد لله انا راضي عنها تماما، وكنت ممكن اكمل اكتر من كده، لكن الحمد لله خلاص. تقر وتعترف انك طالع من البرنامج مبسوط ومرتاح وهادي وكل اللي جواك قلته. لو كان في حد واخد انطباع او فكره مش مظبوطه صلحتها ووضحتها للناس كلها على ده. اكيد انا اساسا جاي فرحان ومبسوط ومقتنع قبل ما ابدا معاك البرنامج. انا جاي مكان عارف المكان ده انا مستريح فيه، وعارف هتكلم مع مين من غير ما اعرف الاسئله. يعني انا والله مش عشانك، انا لما بطلع معاك في اي برنامج في اي قناه، انا عن نفسي بقى بطبيعتي على فكره، لان انا قاعد مع واحد انت عارفني طبعا. ويعني عشت عمر كبيره جدا جدا في كل الاوقات. صحيح. فانا بالنسبه لي لما بتكلم معاك بتكلم عن تماما راضى عن كل كلامي. وبعدين انا مش حكايه مشكله، هي انا لما ببقى في النادي الاهلي او قناه النادي الاهلي او ببقى مع جماهير النادي الاهلي، انا ببقى طبيعي جدا 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 معاهم. ده صحيح. اه والله مش بصطنع حاجه خالص. ومش عايز اقول لك انا مبسوط جدا ان انا موجود معاك النهارده وحياه ربنا. والوقت عدى بسرعه والحمد لله مفيش اي اسئله محرجه ولا حاجه. ساعتين ال 10 يا دوب بس. نورتنا وشرفتنا. ربنا يخليك يا احمد، وربنا يخليك ودايما متالق كده في اي مكان انت موجود فيه. نجم الكبير على المهيب اللي كان مشرفنا ومنورنا النهارده. دي كانت اخر حلقه في الاسبوع. الخميس والجمعه اجازه، بس هنجي لكم السبت ان شاء الله ليله سوبر، ليله مباراه الاهلي وسيراميكا باذن الله في بطوله السوبر المصري. عايزين حاجه؟ سلام عليكم.